عملنا كل حاجة، كنا رجالة، لعبنا بقتال، كنا جنود مصريين شداد، ومهما كان انت مصر. زعلانين مقهورين جدا طبعا، بس فخورين بلاعبتنا وجهازنا الفني. ظروف صعبه والكل كانوا رجاله. شكرا كيروش وكل الجهاز الفني، شكرا لكل لاعب كان بيدي اضعاف 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 مجهوده. عملنا حقيقي كل حاجه، مفيش واحد قصر. راضيين جدا عنكم وراضيين على اللي عملتوه، زعلانين عليكم، زعلانين عشان كنتوا تستحقوا البطوله، بس مبروك على شهامتكم وجدعنتكم في الملعب، على حبكم للناس وعلى مجهودكم الخيالي عشان تسعدونا. مستنيينكم بنفس الروح والرجوله في كاس العالم ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. بصراحه كده كان نفسي النهارده اجي واحتفل وهيص واتنطط، بس المفاجاه ان انا هحتفل وهيص واتنطط. ليه؟ باخد نفسي عشان انا بحاول استعيد عافيتي، عشان انا زي حالاتك زعلان شويه، لا مش شويه، كتير متضايق. كان نفسي نشيل الكاس النهارده، كان نفسي اشوف محمد صلاح بيشيل الكاس، بس احقاقا للحق، احقاقا للحق، وانت وانا مش هنقدر نقول غير كده. احنا واحنا رايحين كاس الامم الافريقيه قلنا يعني لو وصلنا لدور ال 16 وعدينا دور ال 16 هيبقى انجاز. المنتخب مش هيقدر يعمل حاجه، المنتخب قدام منتخبات زي الجزائر والمغرب والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون مش هيقدر يعمل حاجه، وكنا رجاله وكنا رائعين، ولما خسرنا هذه البطوله خسرناها باخر ضربه ترجيح، يعني باخر نقطه عرق، يعني باخر مجهود كل لاعب عمله. اربع مباريات يا مؤمن في 120 دقيقه، والله ما في جنس بشري، مش بتكلم على رياضيين، ما فيش جنس بشري ولا أكبر منتخب في العالم يتحمل ده. أنا النهاردة قلت إن الوقت الإضافي اللي اتلعب قدام السنغال الله يكون في عون اللعيبة، ده أصعب وقت إضافي في تاريخ كرة القدم. أربع مباريات بتلعب مع منتخب قوي جدا، منتخب واخد يوم راحة عنك، منتخب ملعبش ولا وقت إضافي، منتخب أصلا رائع بدنيا ومهاريا وفنيا، ورغم كده وصلت معاه لآخر ضربة ترجيح. ده معناه إيه؟ معناه
ان انت بتتكلم في كل راجل كان في الملعب النهاردة وامبارح واول كانوا جنود حقيقيين، جنود مصريين، جنود شداد يتحطوا فوق الراس. والنهاردة لو ما دعمناش اللعيبة دي يبقى احنا بنهزر، يبقى احنا بصراحة كده بصراحة لما نكسب نقول اللعيبة عظيمة، ولما نخسر نقول اللعيبة ما عملتش اللي عليها، لما نكسب نقول كروش جامد، ولما نخسر نقول ان كروش مش جامد. بس هي دي الكورة حضرتك، وانت بتتفرج على كورة ودي حلاوة الكورة. هتفرح كتير وهيجي عليك وقت تزعل فيه، مش هتفرح على طول. النهارده انت كنت بتلاعب منافس كبير، وانا قلت لكم الكلام ده من يومين، لما توصل للنهائي احنا راضيين عن منتخب مصر وعلى اللي عمله في هذه البطوله. لما توصل للمباراه النهائيه وارد تكسب وارد تخسر، وده طبيعي في اي مكان في العالم، مش شرط تكون احسن او اوحش عشان تخسر، بس انت بتلاعب ايضا منافس كبير ومنافس قوي، وبالتالي الحظوظ 50-50. فانت زي ما بتفرح لازم تتحمل الخساره ادام انت عرقت وعملت مجهود ولعبت برجولة. احنا كسبنا من البطولة دي مكاسب بالجملة، مكاسب بالجملة. انت النهاردة بتقول على منتخب مصر الآن أقوى منتخب عربي، بتقول على منتخب مصر الآن واحد من أقوى ثلاث منتخبات في القارة الأفريقية، لا واحد من المنتخبات الأهم في القارة الأفريقية على مر التاريخ وفي الحاضر أهم. كنت دايما تتكلم عن التاريخ، بس دلوقتي بتقول منتخب مصر الحاضر بتاعه عظيم. النهاردة اللعيبة تعبت، اللعيبة يا جماعة تعبت، اللعيبة دي مش بلاي ستيشن، مش جرافيكس، اللعيبة دي بتاخد النفس وبتتعب وبتتعذب عشان تقدر تأدي وتعمل شغل فني. لما شفت النني النهاردة باصة غلط، ما تقولش النني كان وحش. لما تلاقي صلاح في آخر الماتش مش قادر ياخد الكرة ويضرب الاسبرينت بتاعه، ما تقولش محمد صلاح وحش. لما تلاقي النهاردة أبو الفتوح بيلعب برجولة، والونش بيلعب برجولة، ومحمد عبد المنعم بيرجع بيلعب برجولة، وإمام عاشور اللي ما بيلعبش باك رايت يا مؤمن موقف واحد من أفضل الأجنحة الشمال في العالم ساديو ماني، لا وبيخليه ياخد إنذار كمان، وكان ساديو ماني يستحق الطرد كمان في كرة تانية. بس يعني بعيد عن قصة التحكيم. الفكرة إن أنت النهاردة كل اللعيبة بتاعتك رجالة. وفي نقطة كمان مهمة قبل ما نسافر هذه البطولة وأكلمكم بصراحة شديدة، لا مش قبل ما نسافر البطولة، قبل ما يجي كارلوس كيروش كان في مدربين في مصر يقول لك المنتخب ده ما فيهوش غير محمد صلاح، الجيل ده جيل سائط، الجيل ده مش جيل كويس للكرة المصرية. دلوقتي بقى عندك منتخب مش فارق معاك مين اللي هيلعب باك يمين النهاردة، أكرم توفيق ولا عمر كمال عبد الواحد ولا امام عاشور، ولا تحب نرجع لك زيزو، ولا احب احط لك محمد عبد المنعم ناحيه اليمين؟ طيب ناحيه الشمال ابو الفتوح موجود وايمن اشرف موجود، طيب ومين يلعب بقى في الجناح الشمال؟ يا ترى مرموش ولا تريزيجيه ولا رمضان صبحي ولا احمد رفعت؟ بقيت تقول اسماء كتيره بعد ما انت ما كنتش عارف تجمع 11 لاعب. في مدرب في مصر قبل كده قال نصا هذا التصريح، عشان اقول لك بس احنا بقينا فين دلوقتي، مش بلوم على اللي فات بس بقول لك احنا بقينا فين. في مدرب مصري قال قبل كده اعمل لكم ايه؟ ما هو ده اللي موجود، ما هو دول اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري وفي الكره المصريه، اعمل لكم ايه؟ ما انا ما عنديش لعيبه. في مدرب قال كده. دلوقتي انت بقيت قاعد عمال تقول نزل فلان ونزل علان، وطب ليه ده ما بيلعبش؟ طب ودي ليه ده بيلعب؟ طب دي ليه ما دخلتش المنتخب؟ وده لا جوه المنتخب؟ لا كلهم رائعين. تعالوا بقى دول بالنسبه لي قائمه الشرف اللي هشكرهم واحد واحد. شكرا محمد الشناوي، شكرا محمد ابو جبل، شكرا محمد صبحي، شكرا محمود جاد، شكرا اكرم توفيق، شكرا عمر كمال، شكرا احمد حجازي، شكرا الونش، شكرا ايمن اشرف، شكرا فتوح، شكرا عبد المنعم، شكرا محمود علاء وعمرو السليه، شكرا حمدي فتحي وامام عاشور، شكرا عبد الله السعيد، شكرا محمد النني، شكرا زيزو، شكرا مهند لاشين، وشكرا لعمر مرموش، وشكرا لمحمد شريف ومصطفى محمد، شكرا لمحمد صلاح وتريزيجيه، شكرا لرمضان صبحي، شكرا لكارلوس كيروش، شكرا للجهاز المعاون بالكامل، شكرا للجماهير المصرية اللي دعمت وسندت ووقفت جنب المنتخب في كل لحظة، شكرا لكل الجماهير اللي دلوقتي بتكتب على السوشيال ميديا دعم المنتخب مصر، شكرا للجماهير اللي بتقول محمد صلاح قائد عظيم، شكرا للجماهير اللي بتقول ان كارلوس كيروش مدرب محترم، شكرا للي فرحان من الزملكاويه بمحمد عبد المنعم، شكرا للي فرحان من الاهلاويه بزيزو فتوح، شكرا ان احنا اخيرا اتجمعنا مره اخرى حوالين المنتخب، وده المكسب الاكبر والاهم في هذه البطوله. لو كنت كسبت كاس الامم الافريقيه وما كسبتش التجميعه دي مره اخرى في الجماهير المصريه، ما كانش البطوله هتبقى بالنسبه لي ليها لازمه، لكن انا اللي كسبته النهارده
أكبر بكتير من البطولة نفسها، إن الجماهير رجعت تاني تقول منتخب مصر، الجماهير رجعت تاني تشتري الأعلام في الشارع وتشجع منتخب مصر وهي في القاهرة، إن الجماهير رجعت تاني بتسافر أميال وخمس ساعات يومياً عشان تروح تساند منتخب مصر. النهاردة الجماهير في المدرجات بتشيرت الأهلي والزمالك بيشجعوا لعيبة الأهلي والزمالك بالعكس. النهاردة الناس كلها فهمت إن محمد صلاح قائد حقيقي لمنتخب مصر، وتم التشكيك ألف مرة في فكرة إن محمد صلاح يكون قائد لمنتخب مصر. ومحمد صلاح الأدوار اللي لعبها فنيا في أرض الملعب وخارج الملعب كانت أدوار عظيمة، وهي اللي وصلتنا النهاردة لهذه المباراة مع كل الرجالة اللي لعبوا، مع مدير فني آمن بحظوظه وآمن إن المنتخب ده فيه أفضل لعيبة في العالم زي ما قال قبل ما يسافر هذه البطولة. أيوة أنا كارلوس كيروش وبقول لكم أنا معايا أفضل لعيبة في العالم، هم في نظري أفضل لعيبة في العالم، وإنتوا كمان شوفوهم أفضل لعيبة في العالم. الحمد لله على كل اللي حصل في هذه البطولة. أنا بقول الكلام بحماس عشان يعني الضيق والزعل اللي احنا ما خدناش الكاس النهاردة بحاول أطلعه في فرح وفخر، عشان هو ده الحق، هو ده الحق. الكرة كده يا جماعة. النهاردة ما تلومش على أي لاعب، ما تلومش على الجهاز الفني ابدا. انت لعبت اربع مباريات ب 120 دقيقه، هتيجي تقول لي يا كريم طب يعني احنا ايه اللي وصلنا ان احنا نلعب 120 دقيقه ما عرفناش نحسم ليه مباريات في ال 90 دقيقه؟ يا راجل يا راجل، ده انت اصلا كنت بتقول احنا هنخسر كل المباريات اللي هنلعبها مع المنتخبات الكبيره اللي هي كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال، هتخسرهم في اول ربع ساعه 3 و4. انا بس بتكلم بواقعيه يعني، خلينا، انتوا كنتوا بتقولوا كده وانا كنت بقول كده وكلنا كناش عندنا ثقه في الاول. الثقة دي اللي عملها المدير الفني والجهاز الفني واللي عملها اللعيبة الرجالة اللي في الملعب. كون ان احنا وصلنا للمرحلة دي فده انجاز عظيم جدا جدا جدا. انا قلت امبارح احنا راضيين قبل المباراة النهائية، راضيين مبسوطين مرتاحين، عايزين نفرح للجيل ده ان هو ياخد بطولة، يستحقوا البطولة. المفروض لو حد زعلان النهاردة هم بس اللي يبقوا زعلانين. عشان كده احنا لازم اليوم كله، اليوم كله بس، الايام اللي جاية كلها نفضل ندعم فيهم لحد ما ان شاء الله في مارس قدام نفس المنتخب، المنتخب السنغالي، واحنا كاملين العدد باذن الله، ما عندناش غيابات وما عندناش امور بدنيه سيئه، نقدر نوصل كاس العالم. الجيل ده بقى يستحق يوصل كاس العالم، واحنا في ظهركم واحنا بنساندكم. والله ما في واحد قصر. انا حتى بقعد افكر كده اقول ايه، بس فلان ما لعبش جامد، فلان كان المفروض يبقى احسن. كله لاعب برجوله يعني، انت لو انت مستواك في العادي 5.6، كل واحد في الملعب النهارده قدم 12 و14 و15، يعني 10 بلس، يعني مزود كمان عن القدرات الطبيعيه المنطقيه ليه. كله النهارده بس، الايام اللي فاتت كلها، المباريات اللي فاتت كلها. انا سعدت اكتر وسعدت جدا وفرحت قوي انه الراجل قائد الشعب ده رئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ما انتهت المباراه كلمات عظيمه وكلمات رائعه وبسرعه، يعني المباراه الحكم بيصفر والكلمات بتنزل فورا عشان تلاقي الشعب المصري كله. شوفوا دلوقتي على السوشيال ميديا يدعم هذا المنتخب، شوفوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي. اود ان اتوجه بكل التحيه والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكره القدم على ما قدموه من اداء عالي في بطوله كاس الامم الافريقيه. لقد اديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقه وشرفتم بلدكم، واننا جميعا على ثقه بانكم ستعودون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود الى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنيه لم تهتز، فما قدمتموه يثبت انكم قادرون على تحقيق الافضل ان شاء الله. الكلام العظمه ده، الكلام المريح ده، الكلام اللي يفرح، الكلام اللي يشرح القلب، اللي يسعدنا، اللي فيه دعم. اصل هو الموضوع ببساطه ايه؟ على فكره ده بيحصل لنا كلنا في حياتنا. انت ممكن تعمل كل مجهودك في شغلك وكل تعبك في شغلك وكل اصرارك في شغلك، وفي الاخر ما تلاقيش النتيجه اللي انت كنت عايزها بنسبه 100%، بس في الاخر بتبقى راضي عن نفسك واللي حواليك بيبقوا راضيين عنك عشان عرفوا ان انت تعبت واجتهدت وتحملت صعوبات. ده في كل المجالات مش في الرياضه بس. هي دي كره القدم، هي دي حلاوة كرة القدم بالمناسبة. ما انت لو فضلت تفرح على طول هتمل، ولو فضلت تزعل على طول هتمل. لازم تفرح ولازم تزعل، هتديك كتير وهتاخد منك شوية. الميزة ان احنا منتخب مصر، منتخب مصر بياخد وبيفرح اكتر ما بيزعل. الزعل هيبقى موجود،
طول حياتنا في الكوره كده، لازم نزعل ولازم نتضايق. بس النهارده يا مؤمن بقى عندك افضل حارسين مرمى في القاره الافريقيه، بقى عندك محمد الشناوي ومحمد ابو جبل. انت بكره ما بقتش عارف مين اللي يلعب اساسي، محمد الشناوي ومحمد ابو جبل، بعد العظمه اللي عملها محمد ابو جبل في البطوله، بعد العظمه اللي عملها محمد ابو جبل في مباراه النهارده، بعد العظمه اللي عملها في مباراه المغرب ومباراه الكاميرون. محمد ابو جبل دلوقتي حارس عظيم، النهارده هو افضل لاعب في هذه المواجهه، مواجهه السنغال في نهائي كاس الامم الافريقيه. ولو سمحتوا يعني يا كاف حضراتكم وانتوا بتحطوا تشكيل الافضل في هذه البطوله لازم محمد ابو جبل يبقى حارس مرمى، مع كامل الاحترام لمندي، مندي لم يختبر مثل ابو جبل، مندي هو افضل حارس في عفوا ابو جبل كان حارس افضل حارس في هذه البطوله. النهارده نفرح بكل لاعب في منتخب مسر، النهارده نساند كل لاعب في منتخب مصر. ايه محمد عبد المنعم ده؟ يا جماعه محمد عبد المنعم ده من كام شهر كان احتياطي في المنتخب الاولمبي، من كام شهر انت بتتكلم على امام عاشور، بتتكلم على زيزو، يعني عموما كل اللعيبه في منتخب مصر كانوا ابطال. اهلا بحضراتكم مره اخرى. لسه عارف من شويه ان خلاص مندي هو افضل حارس في كاس الامم الافريقيه، وهي فيها ظلم شديد، وانا كنت متوقع يعني من قبل ما تعلن الجائزه لمندي عشان هو اللي كسب البطوله هياخد افضل حارس مرمى، بس الاختبارات والامور الحاسمه اللي عملها مندي في هذه البطوله مش زي اللي عمله محمد ابو جبل. الشناوي كان افضل حارس في هذه البطوله في الدور الاول، وكان يستحق محمد ابو جبل افضل حارس في هذه البطوله عشان كان له تصديات حاسمه جدا. بس يلا النهارده محمد ابو جبل بعد المباراه وهو بيستلم الجايزه قال ان الجايزه ملهاش معنى، قال انه كان عايز ياخد البطوله. بكاء محمد ابو جبل، اللقطه دي حلوه قوي يا جماعه، اللقطه دي في منتهى الذكاء. صلاح وابو جبل وقت ضربه جزاء منيله احتسبت في بدايه المباراه، صلاح كان واضح انه بيقول لابو جبل
اعرف ان ساديو ماني هيشوط على اليمين، وقد كان ابو جبل راح على اليمين زي ما صلاح قال له بالظبط. بالمناسبه يعني دي حاجات القائد، دي حاجات الليدر اللي في الملعب محمد صلاح. النهارده محمد صلاح بتشوفوه رايح للحكم بيتكلم معاه لما الحكم يروح يزعل اي لاعب في منتخب مصر بصفته القائد. كل الكلام ده كان بيتشكك في محمد صلاح فيه. معاك افضل لاعب في العالم، معاك افضل حارسين في القاره الافريقيه، معاك افضل ليفت باك في القاره الافريقيه احمد فتوح، معاك دلوقتي مدافع هو الافضل في القاره دلوقتي محمد عبد المنعم بيعمل اداء رائع، معاك النني اللي عمل اداء اسطوري في هذه البطوله، محمد النني عمل اداء اسطوري في هذه البطوله، اداء خيالي، اداء بدني وفني مش طبيعي محمد النني. عندك محمد صلاح، عندك مصطفى محمد اللي النهارده عذب كوليبالي، خليدو كوليبالي مدافع نابولي واحد من افضل المدافعين اللي موجودين في العالم، مصطفى محمد عذبه رغم ان مصطفى محمد بيلعب بنص قدراته البدنيه. استنزف في هذه البطوله، خد بالكوا ادوار مصطفى محمد في هذه البطوله. انت وانت قاعد بتفكر تقول لا مصطفى ده ما بيجيبش جون او ما بيصنعش بتاع، يخرج يا سيدنا مصطفى محمد ادواره الدفاعيه ما كانتش طبيعيه. شايفين محمد ابو جبل زعلان بيبكي، ما تبكيش يا جدع، ما تبكيش، ده انت من قبل هذه البطوله كنت لعب لك 4-5 مباريات دوليه، وكنت الحارس الثالث في الزمالك السنه اللي فاتت بعد جنش وعواد. القدر يفتح ابوابه لك بكل روعه. الان محمد ابو جبل واحد من افضل حراس المرمى في القاره الافريقيه، الان محمد ابو جبل الوطن العربي كله بيتكلم عنه، الان محمد ابو جبل القاره الافريقيه كلها بتتكلم عنه، الان لمصر حارس تاني اخر كبير بعد محمد الشناوي او مع محمد الشناوي كتف بكتف. انت تبكي ليه؟ انت عملت اكتر بكتير من الخيال، ما تبكيش، احنا راضيين عنك، احنا مبسوطين، انت ما قصرتش. اصل هي الحكايه ايه؟ احنا كنا دايما لما بنزعل على منتخب مصر او بنطلع ننتقد او نهاجم او نقول ده غلط وده صح، كنا بنزعل ان نحس انه اللعيبه مثلا ما عملتش اللي عليها، ما ادتش كويس، ما احنا بنخسر. ممكن دايما نقول الجمله دي، نخسر بس نخسر بعد برجوله، بعد جدعنه، بعد شهامه، بعد روح، بعد اداء رائع، بعد مجهود كبير. ده اللي عملوا لعيبه منتخب مصر واحد واحد، ما تقدرش تلوم على حد فيهم، تقول لهم فعلا هارد لك، تقول لهم شرفتونا، تقول لهم رفعت راسنا، تقول لهم كنا بجد فخورين بيكم، كنتوا رجاله رفع علم مصر، رفع علم مصر، واللي يرفع علم مصر نرفعه فوق الراس. تعال نروح من الكاميرون نشوف اجواء ما بعد هذه المواجهه مع زميلنا المميز دوما احمد الهواري الناقد الرياضي. احمد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهور مصر في كل مكان، وارض لك لينا كلنا. انا طبعا فاهم انه الناس اكيد زعلانه هناك، كل الناس اللي بتسافر وبتتعب وبتجتهد عشان تساعد منتخب مصر كله زعلان، بس قولي برضو ردود الفعل الايجابيه بعد المباراه، الناس اتكلمت ازاي عن منتخب مصر، قالوا ايه على لعيبه منتخب مصر؟ اكيد طبعا حاله حزن كبيره غيمت على الكاميرون كلها هنا، وحضور الجماهير المصريه النهارده كان تاريخ عدد حضور الجماهير المصريه كريم 5000 مشجع في استاد اولمبيه. لكن بعد الانتهاء ركلات الترجيح مباشره اللقطه الايجابيه الابرز وهي تحيه الجماهير المصريه للعديل وحرص اللاعبين على رد التحيه الجماهير، وهي رساله كريم ان الجمهور مقدر اللي وصل ليه المنتخب. الزعل من عدم التتويج بالبطوله، لكن ما فيش زعل خالص على الرجوله والمستوى والاداء اللي ظهر فيه منتخبنا الوطني على مدار البطوله. شفنا المنتخب، هو المنتخب لو كده تبص على المشوار يا كريم هو اصعب مشوار مقارنه بكل الفرق اللي وصلت سيمي فاينل. صح طبعا، لعبت كوت ديفوار، في المغرب، في الكاميرون، في السنغال. السنغال اللي توجد باللقب مشوارها كله اصعب مواجهه هي مواجهه النهارده. طبعا ما فيش منتخب السنغال واجهه تقدر تقول ان منتخب كبير. السنغال لو كانت قابلت منتخب من المنتخبات اللي احنا اصطدمنا بيهم كان ربما تودع البطوله مبكرا. صحيح. لكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. الجماهير هنا مقدره جدا يا كريم، واحنا خارجين من استاد اولمبيه الجماهير مقدره جدا 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 اللي وصل ليه منتخبنا. شايفين ان اللعيبه ما اثرتش خالص، ما فيش حد اثر. سوء الحظ، ركلات الترجيح دايما 50 50 هي يعني ركلات حظ. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. رب ضرة نافعة. خلال شهر ونص المفروض يعني كان عندك 3 مقابلات مع منتخب السنغال، فخسرت المواجهة الأولى وخسرت كأس الأمم الأفريقية، لكن عندك الهدف الأهم من وجهة نظري هو الصعود لكأس العالم 2022. فإن شاء الله في شهر مارس البكاء اللي شفناه النهارده من اللعيبة وتحملهم المسؤولية
واصرارهم على ان هم يعني اثروا وشايفوا ان هم كان لازم يجيبوا بطوله جمهور ان شاء الله يتوج في شهر مارس بالصعود لكاس العالم 2022 ان شاء الله. يا احمد انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز احمد الهواري من الكاميرون زميلنا الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا. في نقطه كمان حبيت اتكلم فيها بس قلت استنى لاخر البطوله بصراحه، يعني اخواتنا وشعبنا في الوطن العربي كانوا بيدعموا منتخب مصر دعم مش طبيعي، كل اخواتنا في الوطن العربي كانوا بيدعموا منتخب مصر بشكل مش طبيعي. انا تابعت برامج في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي كل مكان في الوطن العربي كانوا يدعمون ويشجعون منتخب مصر، شفت على السوشيال ميديا في تعليقات الناس على تويتر وتويتاتهم وكلامهم، بتكلم على اخواتنا في الوطن العربي، في تشجيع ومسانده مش طبيعيه للمنتخب المصري، كل حاجه كانت حلوه، كل حاجه كانت مثاليه في هذه البطوله، احنا كسبنا حاجات كتيره جدا جدا، ما عندنا منتخب رائع جدا، مساندة عربية محترمة جدا، جماهير مصرية بتتجمع مرة أخرى، عندنا لاعبين رائعين، عندنا مدير فني ممتاز، عندنا جهاز فني متعاون ومعاون، عندنا مرة أخرى روح وإرادة في أرض الملعب. أنا تقريبا من 2010 من آخر كأس أمم أفريقية لعبناه أو كسبناه أنا ما شفتش هذه الروح بهذه الروعة. على فكرة في 2017 وصلنا النهائي قدام الكاميرون وكان في روح وكان في أداء رائع برضه، وليس تقليلا من الجيل اللي كان موجود في 2017، بس الجيل الحالي تحديدا لا شقيوا لا تعبوا في هذه البطولة، الموضوع كان صعب، الموضوع كان كبير، زي ما هوالي لسه قايل أنت بتلعب أولا أنت لعبت المنتخب النيجيري في أول البطولة وخسرنا وكان الأداء مش حلو، كلنا اتفقنا أدي لعبت منتخب قوي، سيبك من غينيا بيساو وسيبك من مواجهة السودان ليس تقليلا منهم بس هم أقل منك يعني. بعد كده لعبت كوت ديفوار منتخب رائع، لعبت المغرب منتخب رائع، لعبت الكاميرون صاحب الأرض والجمهور ومنتخب رائع، لعبت السنغال، خمس منتخبات لعبتهم كبار من أصل سبع مباريات لعبتهم في البطولة. موضوع صعب قوي، موضوع صعب قوي يعني. ساعات وفي بطولات كثيرة لعبها منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كثيرة كان بيبقى التوفيق معاك شوية في شوية منتخبات بسيطة كده ممكن تلعبها، أه بتلعب منتخبات كبيرة طبعا، أنت مش هتاخد البطولة بمنتخبات سهلة كلها، بس يعني كانت الخطوات تدريجية بشكل جيد، لكن أنت عمال تصطدم في منتخبات كبيرة، تصطدم في منتخبات كبيرة وكل واحد بتعدي منه بصعوبة جدا، مش بسهولة ويسر إطلاقا، بصعوبة جدا عشان هما منتخبات كبيرة وانت منتخب كبير، عشان كده كنت في الفاينل، عشان كده لما خسرت الفاينل خسرته باخر ضربه ترجيح، باخر ضربه ترجيح باداء رائع ومثالي، اداء رائع ومثالي. وانا قلت لكم قبل كده ورايي وهيفضل رايي للابد، احنا قدراتنا المصريين بشكل عام في الكوره وغير الكوره بتبدا من هنا من القلب والروح، عندنا قلب وروح نهزم أي حاجة ونهزم أي منافس ونهزم أي خصم، ده كان موجود مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، عشان كده كنا رجالة. لو بنتكلم على الفروقات الفردية والفنية لا، السنغال هتتفوق علينا، كوت ديفوار هتتفوق علينا، منتخب النيجيريا هتتفوق علينا، والمنتخب المغربي هتتفوق علينا، ده تقليل من لعبتنا لا إطلاقا، لعبتنا لعيبة رائعة وقدمت مستوى عظيم، بس المستوى العظيم اللي قدموه ده عشان بدأ من القلب قبل ما يبدأ من القدم، ونجحوا ان احنا نوصل للمباراة النهائية ونخسر زي ما قلت لكم بآخر ضربة ترجيح، عشان كده هارد لك حقيقي منتخبنا الوطني. الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك ونجم منتخبنا الوطني الأسبق، يا كابتن طارق صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح الفل يا كيم، وازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه اولا. الله يسلم حضرتك كابتن طارق، مشرف ومنور، وكان نفسنا المناسبه تبقى اسعد، بس ادينا سعداء بالرجاله في كل الاحوال. مليون في الميه طبعا، بقول لك طبعا هارد لك فعلا، وبقول كلنا طبعا يعني في حاله حزن شديد، لكن عزقنا ان الاولاد ادوا اللي عليهم زي ما انت قلت، وتحدوا صعاب كثيره جدا يا كريم، مفيش منتخب في العالم يقدر يتحدى أو يقدر يقف قدام المعوقات اللي حصلت في هذه البطولة لمنتخب مصر. وإن دل على شيء فإنما يدل على صلابة الولاد دول وعزيمتهم وانتمائهم لبلدهم، المستوى اللي ظهر به منتخبنا
اربع مباريات ورا بعض 120 دقيقه لم تحدث في تاريخ هذه البطوله ولا في تاريخ اي بطوله على ما اتذكر. طبعا انك تلعب في اي بطوله اربع اول مره في التاريخ مباريات. اول مره في التاريخ، وبالرغم من كده بتقابل منتخبات المفروض انها مصنفه تصنيف اول وانت تصنيف ثاني للاسف. وبقول للاسف لان احنا نستحق اكتر من كده، وسوء التخطيط اللي حصل الفتره اللي فاتت هو سبب في تراجعنا لمركز التصنيف الثاني. احنا منتخب مصر هو يعني هو صاحب الكوره في افريقيا، صح، وهو صاحب الاعلى فوز بهذه البطوله بسبع القاب، صح، وبالتالي لابد ان احنا نبص لمنتخبنا بشكل افضل بشكل احسن. بس عارف يا كابتن طارق، احنا من كام يوم كنا نتحدث عن تاريخ منتخب مصر، الان نتحدث عن حاضر ايضا رائع لمنتخب مصر. اخيرا كنا نتكلم طول الوقت ان احنا المنتخب الاكثر حصولا على كاس الامم الافريقيه، احنا المفروض نخش عشان احنا الاكثر حصولا على كاس الامم الافريقيه، وكناش بنتكلم على الحاضر بتاعنا، مش عاجبنا الحاضر بتاعنا، بس الان منتخب مصر عنده حاضر عظيم. صحيح، انا بقول لك احنا فخورين بالولاد دول وفخورين بادائهم، ولازم ندعمهم الفتره اللي جايه. انت يا كريم الاعلامي وكل الاعلاميين في كل القنوات الرياضيه، لابد ان احنا ندعم هؤلاء اللعيبه، لان احنا عندنا مش عايز اقول طار، ولكن عندنا مباراتين من المفترض ان هم يكونوا نقطه تحول في تاريخ الكره المصريه باذن الله، نتمنى هذا، في ان احنا نتخطى منتخب السنغال في تصفيات كاس العالم. اذا كنا خسرنا كاس امم افريقيا فان شاء الله باذن الله ربنا يعوضنا ويعوض الولاد والمجهود الكبير اللي بذل في هذه البطوله والصعاب اللي تحدوها بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نساند منتخبنا وندعمه ونقف معاهم ونبطل موضوع الانتماءات داخل. ايوه، احنا بدأنا ان منتخب مصر يلتف حواليه جمهوره تاني مره تانيه. ما هو ده المكسب العظيم يا كابتن طارق، كنت لسه بقول والله ده مكسب بالنسبه لي اكتر كمان من مكسب البطوله. ده مكسب، ده احنا كنا خلاص يا جماعه نبوس ايديكم نلتف حوالين منتخب مصر، يا جماعه نبوس ايديكم، مفيش اهلي وزمالك في منتخب مصر، بس الان الجماهير المصريه فعلا كلها ملتفه حوالين منتخب مصر. بالتاكيد بالتاكيد طبعا، وظهرت روح الانتماء والدعم والمسانده من القيادة السياسية سيادة الرئيس عبد الحفيظ في التويتر بتاعته، عظيمة يعني، عظيمة، كلام طبعا مؤثر وكلام قوي جدا ومساندة ودعم كبير جدا للولاد لمنتخبنا ومنتخب مصر. ان شاء الله باذن الله الدموع النهارده اللي حصلت من صلاح ورفاقه ان شاء الله باذن الله باذن الله تبقى دعم كبير جدا للفترة اللي جاية، وان شاء الله باذن الله نبارك لهم على كاس العالم ان شاء الله. انا اقتص في المداخله بتاعت حضرتك ديت كلام عن لاعب واحد، مش هقدر اخد لاعب لاعب واقول لك رايك في ايه، بس انا عايزك توجه كلمه لمحمد ابو جبل، اللي الراجل اللي خرج من المباراه النهارده يبكي وهو يستلم جائزه افضل حارس في هذه المباراه، محمد ابو جبل اللي عمل اداء فعلا خيالي واسطوري في هذه البطوله. بص يا كريم، مش ابو جبل لوحده، كل اللعيبه طبعا أبو طبعا جبل. ابو جبل اداني رساله النهارده، انا عيطت، انا بكيت من دموع ابو جبل ودموع تريزيجيه ودموع صلاح، والحقيقه انا يعني مش قادر اقول للعيبه دي غير هارد لك، وربنا يوفقكم واحنا معاكم وبظهركم ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى، مدرب نادي الزمالك الاسبق ومنتخبنا الوطني، لاعب منتخبنا الوطني الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. احنا لعبنا البطوله دي وانت عندك خط دفاع بالكامل بيتصاب اكتر من مره، يعني مش بس الاربعه بيتصابوا، لا ده بيتصابوا اكتر من مره، يعني مثلا عندك حجازي اتصاب، الونش اتصاب، فتوح اتصاب، اكرم توفيق اتصاب، عمر كمال عبد الواحد اتوقف ونزل امام عاشور، وعندك حمدي فتحي اتصاب، والسلاية الداخلين البطوله بيه وهو مصاب ولعبش مواجهه المنتخب النيجيري، عندك كميه ظروف مستحيله، ظروف حقيقي مستحيله. انا اللي مخليني النهارده مبهور وفخور بمنتخبنا الوطني ان الظروف دي مش منطقيه يا جماعه. ومره اخرى انا بكرر الجمله دي تاني، النهارده لو في لاعب بصه غلط، ولا في لاعب ما قدرش يجري ياخد الكوره، ولا في لاعب في تدخل ما كانش قوي، دول مش لعيبه بلاي ستيشن، مش بتدوس على الزرار بيتحركوا ولا جرافيكس، يعني دول من لحم ودم وقلب ونفس ورئه وحاجات كده يعني. فلما يلعب اربع مباريات 120 دقيقه ما تستناش منه نتيجه واحده، ما ينفعش، ده مش منطقي ومش مفهوم ومش حقيقي وملوش اي علاقه بفكره الكائن البشري، ما ينفعش ما ينفعش. احنا عملنا اللي علينا، احنا
مبسوطين وفخورين وراضيين عنكم رجالة منتخبنا الوطني، الرجالة العظيمة دي، الرجالة اللي هي فعلا شرفتنا. قبل ما اروح لضيفي عايز اتكلم في نقطة ايضا مهمة. انا بالنسبة لي نقطة التحول العظيمة في هذه البطولة كانت تصريحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي ما قبل مواجهة كوت ديفوار. وياريت يا جماعة لو التصريحات دي كانت موجودة عندنا نزاع عشان أفكر الناس بيها، عشان التصريحات دي في غاية الأهمية ولازم تفضل في مسامعنا ما تنزلش أبدا. يا جماعة وإحنا بنتفرج على منتخب مصر نشجع منتخب مصر، ما نشجعش أهلي وما نشجعش زمالك، ما نفرحش اللاعب الأهلي عشان أنا أهلاوي، ما نفرحش اللاعب الزمالك عشان أنا زملكاوي. نفضل نساهم ونساعد وندعم كل لاعبي منتخب مصر. اللي قاله محمد صلاح قبل مواجهة كوت ديفوار أنا في رأيي كانت نقطة تحول عظيمة لمنتخب مصر خلال ما تبقى من البطولة، مش للجماهير. رسالة محمد صلاح كانت تحفيزية جدا للاعبي منتخب مصر إن إحنا كده كده هنسعد الجماهير وكده كده هنعمل أقصى حاجة عندنا عشان الجماهير هي اللي تيجي وتدعمنا لما تشوفنا فعلا بنلعب بروح عظيمة. وده اللي حصل فعلا، إن جماهير كرة القدم المصرية دعمت كل لعيبة المنتخب وما فكرتش في أي لحظة في لاعب أهلي أو زمالك لما لقوا إن كل اللعيبة في الملعب بتأدي بروح وبإخلاص وحب لبلدها ويرفعوا علم بلدهم. وزي ما قلت لكم وهفضل اكرر، اللي يرفع علم بلده نرفعه فوق الراس. معانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن نادر السيد حارس مرمى منتخبنا الاسبق. كابتن نادر صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. كابتن كريم اهلا بيك، وانا بحييك جدا على كلامك الحقيقه. اشكرك كابتن وبايده، لان الكره هي مكسب وخساره، انما الاهم هو انك انت بتبذل مجهود وانك انت بتطلع اقصى حاجه عندك. ويعني الجزائر فرقه من افضل فرق افريقيا وخرجت من الدور التمهيدي، انما في الاخر انت بتعمل اقصى حاجه عندك واللعيبه ما دخلتش ابدا رغم الضغوط ورغم الهجوم اللي حصل على اللعيبه اللي كان محبط جدا وعلى الجهاز الفني، انما قدروا يعدوا الكلام ده ويخلوا كل الناس يعني تلتف حواليهم وتشجعهم وتفتخر بيهم. وده شيء مهم جدا، يعني لان احنا من هنا نبتدي نبني، يعني ما ينفعش نهد تاني وبعد كده نبني تاني، فاحنا كده مش هنوصل لحاجه يعني. وانا قلت يمكن قبل مباراه الكاميرون وصرحت حتى لو كنا خسرنا مباراه الكاميرون يعني تاكيد المسانده لكيروش، لان يمكن واحنا كنا مع بعض قلت لك ان في مدربين كده هم علامات في الكره المصريه، مع احترامي لكل المدربين اللي مسكوا المنتخب، انما بتكلم على اللي ليهم بصمه كبيره جدا بدايه من كابتن جوهر الله يرحمه، وبتكلم على الجيل بتاعنا يعني مرورا بكابتن حسن شحاته بهكتور كوبر بكيروش. انا شايف ان كيروش يعني انا مش طبعا مش هتشائم حتى مع عدم فوزنا في بطوله افريقيا، لا قدر الله حتى لو ما تأهلناش كأس العالم كيروش لازم يستمر في مع الكره المصريه على الاقل لبطوله افريقيا اللي جايه. اتفق معاك مليار في الميه يا كابتن نادر، مليار في الميه، لان فكره ان يبقى عندك مشروع وتحافظ عليه دي اهم نقطه. احنا خد بالك يعني هو منتخب واحد اللي بيكسب بطوله افريقيا، وخمس منتخبات بيوصلوا كاس العالم، في منتخبات قويه جدا ممكن ما توصلش كاس العالم، ممكن ما تكسبش بطوله افريقيا. يعني الجزائر خرجت بره، الكوت ديفوار خرجت، نيجيريا خرجت، يعني انا بتكلم على هو منتخب واحد هو السنغال. خلاص المره الجايه ان شاء الله احنا نفوز بالبطوله، بس لازم نبني من دلوقتي على نفس الجيل ونفس الفلسفه بتاعت الجهاز الفني، لان احنا عانينا. وانا بتكلم لو رجعت لي تصريحاتي وقت تغيير كوبر وقت كاس العالم 2018 قلت ان لازم يتم التجديد لهيكتور كوبر قبل كاس العالم. صح. قبل ما نروح كاس العالم. صح. لان احنا وصلنا نهائي افريقيا ووصلنا كاس العالم، طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني انت عايز ايه طيب؟ فلازم تجدد عشان حتى اللعيبه تكون مستقره واللعيبه تكون عارفه ان المدرب ده مكمل بعد كاس العالم، فيبقى في التزام اكتر، ما يبقاش في تسيب يعني. وده كان خطا اداري كبير جدا عدم التجديد، وبعد كده رحنا لجأنا لمدرب ضعيف جدا اجيري، وبعد كده دخلنا بقى في دوامه هل كابتن حسام بدري كويس ولا لا، هل مش عارف كذا كذا، بعد كده جينا على كيروش. فيعني مش عايزين نعيد تاني الامور من اول وجديد. صح
اتفق معاك كابتن نادر. رايك ايه في مستوى حراس مرمى منتخب مصر في هذه البطوله، سواء محمد الشناوي او ابو جبل او حتى الفتره القليله اللي لعبها محمد صبحي؟ الحقيقه انا يعني انا دايما لما بذكر حراس المرمى، احنا محظوظين بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في حراسه مرمى مصر على مرور الاجيال، يعني بدايه من كابتن اكرامي، كابتن ثابت، كابتن عادل معوض، كابتن شوبير، وبعد كده الحمد لله كان ليا دور مع منتخب مصر، بعد كده الحضري، بعد كده دلوقتي في اكرامي، في وقت من الاوقات احمد شناوي، في وقت من الاوقات محمد شناوي، الفتره دلوقتي دخل معاه ابو جبل بقوه جدا، وجود كمان حراس صغيرين داخلين في منتخب مصر. فانا دايما الحقيقه منتخب مصر يعني ولاد لحراسة مرمى، وده اللي بيشوفه كل افريقيا وكل الوطن العربي. هتلاقي مره عندهم حارس كويس قوي، يعني بدو الزاكي في المغرب، بعد كده فجوه كبيره جدا، وبعد كده ياسين بونو. انما احنا ما شاء الله الحمد لله يعني عندنا دايما حراس، وحراس ليهم تاثير كبير قوي. ابو جبل الحقيقه قدر ان هو يحط نفسه على الساحه الدوليه، طبعا حارس رائع، كان موجود على الساحه المحليه مع الدوري، مع الزمالك في الدوري في بطوله افريقيا. انما وجوده ومشاركته في بطوله افريقيا الحقيقه حطه على على على, على, على كنا بنتكلم، بس احنا ما عندناش غير محمد شناوي هو الحد الاساسي، ومعاه ابو جبل بعيد شويه، لا ابو جبل دلوقتي دخل بقوه مع الشناوي، ده اضافه كبيره ان يكون عندنا اثنين حراس كبار نقدر ان احنا نعتمد عليهم للفتره اللي جايه ان شاء الله، على الاقل تقدير سنتين كمان نقدر نعتمد على ابو جبل والشناوي لغايه ما يدخل واحد من الولاد الصغيرين يبتدي ياخد الخبرات بتاعه المشاركه الدوليه يعني. صحيح. عايز اسالك كمان على محمد صلاح، لاعب وقائد في هذه البطوله. محمد صلاح الحقيقه انا قلت معاك، محمد صلاح نستمتع بيه ونفتخر بيه، خلاص هو خارج التقييم، يعني احنا اصلا ما ينفعش ان احنا كل شويه نقعد نقيم صلاح، يعني صلاح خارج التقييم. فصلاح الله اعلم هيجي بعد كده صلاح امتى، الله اعلم، مش هقول ان هو مش هيجي لان ما ينفعش، لان احنا كنا بنقول عندنا لعيبه كبار جدا 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 مش هيجي زيهم، فجي صلاح عدى كل الناس يعني عالمي. فالله اعلم هيجي امتى، نتمنى ان هو ما يكونش النهايه، يكون البدايه للعيبه ثانيه يعني. فمحمد صلاح الحقيقه انا مش اخبي عليك، انا طبعا كمصري كنت اتمنى ان انا افوز بالبطوله، نفوز بالبطوله كمصر، وكنت التمني الثاني ان انا نفسي محمد صلاح يفوز ببطوله افريقيا مع 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 المنتخب الحقيقه، يعني زي ما شفنا ميسي حقق كوبا امريكا، كنت اتمنى ان محمد صلاح، انما مش بعيده ان شاء الله، متاكد ان البطوله الجايه هيكون موجود فيها، وده ثاني نهائي يوصل فيه المنتخب مع محمد صلاح ان شاء الله. النهائي اللي جاي يكون من نصيب مصر لو استقرينا، وارجو من الاتحاد الكوره ان هو يعني وفي طبعا موجود حازم، موجود بركات، واثنين لعيبه كبار وعندهم خبرات كبيره مع اعضاء مجلس الاداره، ان هو يعني ياكد على النقطه دي، لا قدر الله وان شاء الله ما يحصلش حتى لو ما وصلناش كاس العالم. انا اتفق معاك والله يا كابتن نادر، انا بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن الكبير كابتن نادر السيد، حارس مرمى منتخبنا الأسبق، ولسه مكملين مع حضراتكم كلام وفخر وسعادة بمنتخبنا الوطني، برجالة منتخبنا الوطني، بالجهاز الفني المنتخب الوطني، مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل بعد هذا الفاصل. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه الفخر والاعتزاز بهذا الجيل العظيم لمنتخب مصر مستمر، وهيستمر لحد شهر مارس، لحد ما ان شاء الله هذا الجيل العظيم هو اللي وصلنا لكاس العالم مع نفس المنتخب اللي خسرنا منه النهارده في نهائي كاس الامم الافريقيه المنتخب السنغالي. معايا في هذه الفقره يشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل. يا كابتن محمد مشرف ومنور حبيبي. يا كابتن اخبارك ايه؟ والله يعني زعلان شويه بس فخور بجد، مبروك ان احنا عندنا منتخب. ايوه عندنا رجاله بجد والله كريم. شوف الواحد على قد ما كان زعلان من كروش في حاجات مع على اللونج، لا عندنا فرقه دلوقتي، عندنا بدايل، عندنا ناس بتلعب. يعني عندك الباك رايت اجاد اكرم مصاب، صح، اجاد عمر، صح، اجاد امام على قد كتر خيره بيلعب على ساديو مانيه، بالظبط خلى ساديو مانيه ياخد انذار عليه، بالظبط عندنا في القلب عبد المنعم، عندنا الونش، حجازي، ايمن اشرف،
لا فتوح ده موضوع تاني. يمكن انا من البطوله العربيه قلت لك لازم يحترف، قلت لي الزمالك هيزعل، قلت لك لا من احسن الباكات ليفت اللي في افريقيا. لا لا انا معاك، هو وبتاع السنغال. بتاع السنغال النهارده اسمه سيس دوت لعيب كويس. لا الحمد لله رب العالمين ما يزعلوش. والله كريم يعني اول مره الواحد مثلا البطوله تضيع، بس يعني لا زعلان على صلاح بس عشان كان نفسي، لان هو يعني كان زعلته جامده قوي. زعلان على اللعيبه لانها تعبت قوي قوي. ان شاء الله باذن الله نقدر في ماتش السنغال الماتشين، لا نقدر مع انها فرقه تقيله قوي. في دعم حلو، عارف انا وانا حضرتك بتتكلم كده ببص على الموبايل على تويتر وعلى فيسبوك وعلى السوشيال ميديا، لا الناس راضيه. الناس كلها زعلانه زينا كلنا، بس راضيين عن المنتخب، راضيين. مفيش تأنيب للاعيبه المنتخب، عارف مفيش تأنيب للجهاز الفني. وانا جاي لك عربيات ماشيه شايل علم مصر وبيهتفوا، دي اول مره تحصل في التاريخ. ايوه ان انت تبقى خسران بطوله والناس طالعه بتهيص وتقول مصر. كابتن محمد حضرتك رجلك كانت في الملعب، لعيب كوره يعني، يعني ايه تلعب اربع مباريات بوقت اضافي 120 دقيقه في فتره حوالي من 10 ل 12 يوم؟ دي معجزه، دي لازم تخص موسوعه جينيس والله. يعني انت كنت فارق على السنغال ب 120 دقيقه او 150 دقيقه يعني ماتش وشويه، وكنت فارق، هم فارقين عنك يوم. راح اللي حصل من الاولاد بجد لا اثبت ان هم واقفين على حيلهم على فكره، وممكن يكونوا تعبانين مش قد، بس الروح اللي عندهم بتجريهم اكتر. العزيمه اللي عندهم بتجريهم اكتر. بص كده انا كنت في الفاصل بقول لك احنا مش عايزين نبقى رد فعل، لا احنا لازم نبقى رد فعل في ماتش السنغال، لان مش هيبقى فعل، لان المجهود البدني مش هيسعفنا. أيوة. دي نمره واحد. نمره اتنين السنغال فرقه جامده قوي. أيوة. احنا ماتش المغرب كنا احنا زيهم، فاحنا لما فرضنا اسلوبنا على المغرب لا كسبناه. في نفس، في نفس، وخلينا نروح ونيجي. لا النهارده الناس كانت عماله تقول لك ما تروح هاجم السنغال. لا يا سيدنا، ما هو لو اتحركنا كتير او روحنا كتير مش هنقدر نرد. لا مفيش نفس. لا فانت لازم تتعامل مع المباراه بذكاء، وده اللي حصل النهارده، كان في ذكاء في التعامل مع المباراه. بص يا كابتن، انا من فتره قلت لك من ميزات كروش ان ما بيخشش فيك جون بسهوله. انت في مدار اربع ماتشات ما دخلش فيك غير جون المغرب. صح بصراحه. عندك التنظيم الدفاعي امتياز، نص الملعب انت قلت كلمه حلوه قوي، النني عامل بطوله عمره. ايوه ولازم الناس تغير منظورها للنني شويه. ايوه لا الولد ده بيلعب بقلبه وبروحه، و لا ولعيب يعني تحس ان هو دلوقتي وتد في نص الملعب. السوليه، حمدي فتحي، مهند لاشين امتياز بينزل في الاوقات دي متماسك يا كابتن. سيبك من ضربه الجزاء، كلنا ضيعنا ضربات جزاء، النهارده ساديو ماني ضيع ضربه جزاء في المباراه، كانت ممكن تقلب الدنيا عليه. بمناسبة مهند لاشين، في جمل كليشيهات اتضربت كلها في مقتل في هذه البطولة. يا سيدنا خد اللاعب اللي يقدر يستحمل الضغوط، هات خد لاعب الأهلي والزمالك عشان هو اللي بيستحمل الضغوط، هات لاعب إن هو لعب مع منتخب مصر شباب وأولمبي ومش عارف إيه عشان هو اللي مستحمل الضغوط. أنت النهاردة بتنزل مهند لاشين للاعب أهلي ولا زمالك ولا منتخب، ولاعب راجل ما عندوش جماهير بيلعب مع طلائع الجيش، يعني ما عندوش حتى جماهير ومسانده جماهيريه حتى تضغطه. صح. بتلعب بعمر كمال عبد الواحد، يعني شويه جماهير النادي المصري طبعا كان بتديله بعض الضغط، بس حتى المصري ما كانش له مشاركات افريقيه كثيره. ده حقيقي. بتلعب محمد عبد المنعم اللي اصلا ما لعبش مع الاهلي خالص ولا منتخب مصر الاولمبي. تخيل محمد عبد المنعم يا كابتن محمد ما خدوش منتخب اولمبي، تخيل، كان ولا مرموش يعني دكه، كان بيبقى بعيد شويه، كان في القائمه الاحتياطيه في الاولمبيات. ما هي دي من مميزات كروش، اللي هو كسر كل التوقعات، برضه دمرها فعلا. كابتن جوهري كان كده الله يرحمه في بعض الفترات، احمد الكاس، هشام عبد الرسول، صحيح، ياسر فاروق من ترسانه، فكان برضه ميزه ان هو كان بيدعم المنتخب يعني، بيدخل اهلي والزمالك، انما بيدخل انديه لعيبه ولعيبه حفرت اسمها. انت فاهمني؟ ما هو ده المدرب الكبير، ده المدرب الكبير، ده مدربكم. ما لو مدرب عادي، انا ممكن ابقى مدرب واختار لعيبه الاهلي والزمالك وانزل العب بيهم منتخب مصر. خاف. بس انك تختار، ايوه هيخاف. ايوه هي دي. لا هو الراجل بصراحه برضو يعني عنده الحته دي، جريء شويه، ودايما بيلعب قمار في المباراه. ابن لذينه جريء، ينزل مهند لاشين،
يعني عارف وجهه الماتش بتاع كامل ينزل امام عاشور بكره يخرب ايه يا عم في ايه ودماغه ان ان شاء الله هيكسب هيعدي امام يلعب الماتش اللي بعديه ده في الكره قمار ده ريسك بتنزل امام ومهند بس تغييرات في مباراه المغرب وتغييرات النهارده وحضرتك صحح لي او قول لي انا كلامي غلط انه التغييرات بدنيه قبل ما تبقى فنيه كمان ايوه انا عايز لعيبه عندها نفس ايوه صح زيزو لا هيسحبك هيقدر يدافع مع امام وفعلا قفلوها شويه لان السيز ده الباك ليفت مع ماني قطعوا عين امام بهدلوه انت فاهمني حمدي فتحي طالع الشورت بتاعه يعني مروان انا شايف ان هو يلعب النهارده مروان حمدي مروان في بعض الناس قالت لك ليه مروان مش محمد شريف لا بالعكس مروان هو شايف ان كوليبالي ده واخد كل حاجه عليه انا بس هو كان ياخر تغيير مروان شويه يعني في كورتين جمل مروان بالدماغ جوه ال 18 مقديله مع مصطفى محمد ابن لذينة بس يعني الواد يعني عفوا والواد عشان كلهم اخونا لا اخواتنا واد مصطفى محمد لعب بطوله النهار. والله العظيم بطوله تاريخيه والنهارده ختمها كان عالي قوي مصطفى محمد ادواره اللي كان بيعملها في الملعب كان بيجري كميه جري ده مش جري مهاجم المهاجم بيقعد يجري في حته صغيره هو كان بيجري في مربعات كبيره مربعات دفاعيه كبيره يمين وفي القلب وفي الشمال بيغطي. مصطفى محمد في كوره في مباراه المغرب مباراه الكاميرون عفوا المباراه الاخيره قبل مباراه السنغال كان بيغطي لو تفتكر يا كابتن عبد الجليل بيغطي مع فتوح ناحية الشمال قبل ما يخرج على طول ايه ده انت هنا واصل ازاي ايه الادوار انت واخدها دي الناس احيانا تلوم على المهاجم ان هو لازم يحرز اهداف ننساها بقى الجمله دي انسوها يا جماعه مفيش اصلا مهاجم تسعة في العالم دلوقتي غير ليفاندوفسكي وحتى ليفاندوفسكي ما بيلعبهاش تسعة قوي يعني بيتحرك كتير التسعة التقليدي ده مش موجود يعني بس مهاجم الصندوق يعني بس انا برضو يا كريم في نقطه شوف الاداء الدفاعي ممتاز والتنظيم الدفاعي ممتاز صح بس النهارده والله في لقطه انا اشفقت على محمد صلاح لقيت ماني معاه ادريس اجنجي بكلمه جيد بتاع باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ملعب رائع معاه كوليبالي طبعا 3 4 ملمومين طبعا وعيني صلاح واقف لوحده اللي بيروح له مثلا يعني امام عاشور مش عارف حسيت ان عصابه ملموم على محمد صلاح انت فاهم والله لا وماني مش سالك لا ماني امام بيحط ايده على دماغه راح زي ايده نرفزه انت فاهم زي ايده لما راح قال له لا انا هحطها لك هنا لما صلاح بيقول له خد بالك قال له لا انا هحطها لك هنا وربنا خسف بيه مع انما في طريقه اللعب شويه عايز صلاح يفوقوها كريم برضو في نقطه ان الفتره الجايه وماتشين السنغال ما ينفعش هدافع هنا في مصر ما ينفعش باي حال من الاحوال انا لازم اروح عليهم بس بحذر لان هم فرقه بس اقول لك حاجه يا كابتن محمد شوف رغم الاداء النهارده اللي المفروض يبقى بين قوسين اداء كان دفاع قدام المنتخب السنغالي احنا مضيعين 4-5 فرص يعني واحده لصلاح الشوطه اللي في مندي واحده بتاعت مروان رقص فيها محمد صلاح كذا واحد بس طلعت ضعيفه شويه الكره بتاعت مروان حمدي اللي في اخر الماتش الكره بتاعت مروان الهيد الكره بتاعت الوينج الهيدرز دي عدد منها جول الكره بتاعت عبد المنعم الكره اللي عملها دي فانت برضو لا انت رحت على المرمى انت مش هتقدر تقول ان النهارده المنتخب كان سيء هجوميا لا ما انا رحت على المرمى بس مش بنسبه كبيره يعني 20-30 في هي بدنيا طبعا وهي بيني وبينك يعني الاولاد مش قادرين يشيلوا رجليهم ايوه يعني مش فتوح مش قادر يوصل عشان يعمل اوفر امام مش هيقدر يوصل يعمل اوفر ويسيب ماني وراه لا صعب بصراحه لا فرقه تقيله بس احنا ماتشين بقى ان شاء الله للسنغال بتاع كاس العالم لازم برضو يبقى فيه وانا متوقع من كيروش ان هو ممكن يغير طريقه معينه في ماتش السنغال اللي هنا في مصر اللي هو عايز يجيب اجوان عايز يكسب عايز يجيب وما يخشش فيه حاجه فده لازم ندعم محمد صلاح شويه لازم حد النهارده صلاح بيجري بالكوره وراه اربعه كابتن وراه ايه اربعه ايه يعني والله العظيم انا يا عيني بقيت ابص كده حول ولا قوه الا بالله عليك يا صلاح كوليبالي ده بيفحر في الارض والولد اللي جنبه ده بتاع برضه باريس سان جيرمان ده عبده ديالو ده لا اتنين تقال جدا طبعا الباك ليفت اللي بيلعب عليه ده من احسن الباكات ليفت في البطوله هو فتوح بصراحه طبعا ساليو سيس حاجه طبعًا. محترمه طبعا فمش عارف يعني انا لو فتحت هو هيتغلب قفلت
ودخلت ضربات جزاء 50-50. عاجبني كروش برضه يا كابتن محمد ان هو واقعي. بمعنى ايه واقعي؟ فاكر كوبر برضه كنا بننتقد الاداء؟ لا كوبر بس انت عارف امكانياتك وتعامل معاها واشتغل عليها، عشان برضه احنا قبل البطوله خلينا واقعيين، مش هنعدي كنا هنعدي دور 16 بالعافيه وما عندناش جيل حلو للكوره، ونقعد نشبه الجيل ده بجيل 2006 و2018، لا ده الجيل ده مش موجود، الجيل ده ما يقدرش يلعب، ودي ده ما يلعب ما يخشش بطوله، واحنا ما عندناش اصلا في مصر لعيب كوره غير محمد صلاح. انا بكلمك بصراحه كل الجمل اللي كانت بتتقال ده حقيقي. عارف بقى ده اللي اثبته او اثبت خطوه ايه؟ ما عندنا مدرب مع كامل الاحترام. ما انت ممكن يبقى عندك لعيبه كل مستوياتهم 60-70%، ما فيش واحد 90 او 100% غير محمد صلاح، بس لو جبت مدرب وعارف يوظف اللعيبه دي على امكانياتها هتقدر تعمل شغل كويس وجريء، عارف يديهم. دلوقتي محمد عبد المنعم اكبر النادي الاهلي رجعه في وسط الموسم، صح؟ ده كيروش. احمد ياسين بقى ورقه ومفاوضات دلوقتي من كل الانديه. احمد ياسين كيروش. في البطوله العربيه تفهمني. عمر كمان عبد الواحد الزمالكي قال له انا عايزك اخر السنه خلاص من فيوتشر، حاجه محترمه. فانت بتتكلم في لعيب مهند داشين دلوقتي، ده هتلاقيه ورقه عظيمه في السوق دلوقتي، بتوظف لعيبه مش في اماكنها وبيقدوا. ايوه يعني اي واحد لو مدرب مصري عملها دي بيتذبح والله. فالراجل جريء، الراجل ما بي ماكلوش الدبح يا كابتن محمد. هو الدبح والله يا كريم في ماتش نيجيريا. انا طب لا طب لا وقبل ماتش نيجيريا انا اكلمك بصراحه برضه. ايه يقول لك ايه اصل لو مدرب مصري كان الدبح؟ يا سيدي خليك جريء، ايوه، وخليك واثق من اختياراتك وتحدى الناس اللي بتهاجمك وبتنتقدك، ولما تنجح هنعمل زي ما بنعمل مع كروش دلوقتي. ما كروش انتقد وهوجم جدا جدا، ما سمعش وصمم على اللي عايزه، بس عشان عارف ان اللي بيصمم عليه ده صح. الناس بقت وراه دلوقتي. فانت لو مدرب مصري ما تجيش كل شويه يقول لك اصل لو مدرب مصري كان الدبح. لا ما كروش الدبح، كروش لم ينتقد ولم يهاجم، لا انتقد وهجم بشكل كبير جدا من ناس كتير. وعلى فكره زي ما انت قلت، هو في مباراه نيجيريا مين ما هاجمش كروش؟ ما كلنا لازم نهاجمه وننتقده عشان كان حصل فيه اخطاء كتير، بس حضرتك عارف انه الميزه اللي هو رجع في دماغه. مش عنيد. لا مش عنيد في دي كنا فاكره الديكتاتور، كنت فاكره ان هو بس هو في لقطه في ماتش الكاميرون كان هيعمل ثلاث تغييرات لما فتوح وقع وجاب ايمن اشرف وجاب الاثنين التغييرات، ضيا السيد راح له جري من وراهم بسرعه وقالوا لا ما ينفعش فتوح لسه موجود بلاش الثلاثه دي، انا شفتها وحسيتها يعني بيسمع الجهاز بيسمع معه. فأجلهم شويه وما غيرش فتوح وبعدين غير الاثنين. هو ضيا مش بيقول له ما تنزلش دول، قال له اصبر شويه. صحيح. فده ميزه ان هو بيسمع بصراحه. صحيح. حجازي لما اتصاب في مباراه المغرب ونزل كان بيجهز محمود علاء وحد راح قال له نزل زيزو تقريبا، ولا كان تريزيجيه مش فاكر، زيزو تريزيجيه، وراح نزل زيزو او تريزيجيه بدل حجازي ورجع ايمن اشرف بالظبط كده. تريزيجيه كان فهو هو ابتدى يسمع، في ألفة بينه وبين اللعيبه، في ألفة بينه وبين الجهاز المعاوني اللي معاه. يمكن انا انتقدت الحضري شويه، ولكن بعد الاداء اللي شفته بتاع ابو جبل حاجه محترمه. حته ضربات الجزاء الورقه اللي بيحطها له دي ممتازه. يمكن اللقطه النهارده اللي جابوها يفتكرونا بنعمل اعمال ولا حاجه، عشان هو عمال يعمل الفوطه برضه ابو جبل ما يحط الازاز عادي بيغطيها بالفوطه ليه ابو جبل. صحيح. بس دي فكره كويسه، اصل دي مش عيب. ليه؟ انت وانت المدرب هو بينزلك لعيب عادي بيديك ورقه في ايدك ساعات تديها للعيب بيقول لك تعليمات فيها، فدي مش يعني دي مش ما فيهاش حاجه. مش مخالفه طبعا. فانت لازق له ورقه رقم 6 بيشوط يمين، رقم 7 بيشوط شمال، رقم مش عارف ايه، برشامه شرعيه. بالظبط. برشامه الغش كده. بس دي برشامه البرشامه شرعيه، مش دي شطاره من الحضري. يعني شوف انا انتقدته قلت له احمال تدريبيه بتاعتك، بس دي شطاره منه. وحاجه انا ما شفتهاش مدربين من حراس كتير، خبره. برافو عليك. خبره ملعب. خبره ملعب مش خبره مدرب خلاص. انا بعدين لف ورا الجون وقف قلت ده بيعمل ايه ده يا حضري، انت راح ورا الجون واداله الازازه، انت فاهمني؟ حاجات صغيره دي تبين لا هيجي جاي. ما هو انت عارفني انا ممكن انقد، بس الحلو بقول له حلو. عارف بقى يا كابتن محمد انا بحبك ليه وبحترمك ليه يا كابتن حبيبي؟ عشان حضرتك من الناس اللي انتقدت وهجمت. بس انا بتضايق من ايه؟ ما كلنا بنحب مصر، كلنا بنحب منتخب مصر وعايزينه يبقى افضل حاجه في الدنيا. انتقد وهاجم يعني من حقك كجمهور وكمحللين وكمتابعين. حاجه غلط شفتها بقولها طبعا،
بس حط على جنب لما تشوف حاجه كويسه حاجه صح. في ناس بقى تحارب على رايها في الصح والغلط، يقول لك لا لا هو كروش وحش، بص المنتخب سيء. يا عم ده احنا وصلنا النهائي واصلين ضربات النهارده بيتكلموا على ضربه الترجيح، قال لك محمد صلاح كان المفروض يشوط الرابعه مش الخامسه، اه او الثالثه او الثانيه، لو اي حاجه اي فتي، لو اي حاجه اي فتي اي سلبيه تطلع. الخمسه دول اللي شاطوا في ماتش الكاميرون وجابوا الاجوان، هي كده. اقول لك الانا تخيل بقى محمد صلاح النهارده شاط الرابعه ودخل مهند الخامس ودخلت جول وجي مهند بقى شاط الخامسه وضاع يا راجل، في حد يحط مهند داشين هو الخامسه الخامس؟ مش كان المفروض محمد صلاح اهم لاعب عندك بيشوط؟ لازم نمسك في حاجه. انا بكلمك على فكره اللي بيقولوا كده دول حقيقه، انا دايما ببقى واضح في القصه دي، بس المره دي هم قله قليله جدا اللي بتعمل كده دلوقتي على السوشيال ميديا، لكن حقيقي الناس كلها الاغلبيه العظمى تدعم وتشجع وتساند وفخوره بلعيبه منتخب طبعا. بص يا كابتن، في طريقين، طريق بنقض عشان اكسب سبوبه او عشان اعمل ترند او 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 ما يهموش، مش فارق مع منتخب مصر، مش فارق معاه كروش، مش فارق معاه محمد، مش فارق معاه اللعيبه. يا اخي انا كنت لعيب يا اخي، يا اخي انا احس بيهم يا اخي. يا اخي النهارده الكره طالعه في العارضه، امام عاشور بيقول يا رب الحمد لله. يا اخي انت لما ابو جبل يستلم الجايزه يا اخي ويعيط ويبكي، يا اخي انتوا ما عندكمش احساس؟ دي لعيبه يا اخي، انت كنت لعيب في الملعب يا اخي بتقول يا رب. فلا لا لا لا, لا. بجد اللعيبة دي تعبت صح. آه، وأول مرة الواحد يبقى فخور بلعيبة بلده وما يزعلوش، ومحمد صلاح ما يزعلش، واللي هينقض بعد كده دي احنا هنوقف له. ايوه اللي هيفتي أيوة. عايز تروح تكسب سبوبة روح اكسبها من بعيد، بيبعد عن منتخب مصر. في ناس نظيفة، في ناس بتقول الصح صح والغلط غلط. ايوه اتمنى يا رب ان الناس النظيفة هي اللي تقف ورا المنتخب. أيوة. أتمنى إن اتحاد الكرة الجديد يسند المنتخب ده يدعمه، وبقول لك لا قدر الله ما وصلناش كأس عالم، الجيل ده جاي. أيوة. الجيل ده جاي، جاي خمس ست سنين من إمتى وإحنا بنشوف عمر كمال عبد الواحد؟ حد كان عارفه؟ عبد المنعم فتوح في نادي الزمالك ومشهور كده، بس أنا بتكلم بقى عالميا إفريقيا. صحيح. لا لعيبه كتير، مهند لاشين، مهند صح، انت فاهمني؟ مراد حمدي الواحد من كتر الحمد لله الكتره بتاعتهم. انا اول مره اشوف فرقه 22 لعيب بيلعب منهم 20. ايوه بكلمك بجد. ايوه والله يعني مش بس كده، انت عندك 22 لعيب مع منتخب مصر دلوقتي، وفي 10 احنا زعلانين عليهم ان هم مش في المنتخب. فانت وانت النهارده كمان عندك في القائمه اربع حراس مرمى، وفي 10 بره انت بتقول كانوا المفروض يخشوا في المنتخب. يعني انت حرفيا دلوقتي بقى معاك ثلاث منتخبات لمصر. برافو عليك. بعد ما كنا وانا شخصيا اشوف، انا بعترف انا بقول انا حركت قصرت انا عارف، بس انا كنت دايما بقول احنا ما عندناش 11 لاعب لمنتخب مصر. 11 لاعب، شوف 11 لاعب، وانا اسف كنت بقول كده، بس للاسف للاسف وبرضه انا اسف اللي بقول كده، هي الازمه كانت ازمه جهاز فني، ما كانتش ازمه لعيبه، عشان الجهاز الفني ما يقدرش يتعامل مع هذه القماشه زي ما بتتقال او القوام لمنتخب مصر، يبقى المشكله في الجهاز الفني. ده حقيقي. يمكن انا بنقد كروش في حاجات، ولكن بدي له حقه في حاجات، بقول لك عمل جيل كامل، عمل فرقه كامله، عمل وصلك نهائي افريقيا، وبتلعب مع فرقه ولعب اربع اكسترا تايم، دي ما حصلتش في بطوله في العالم. انا بقول لك موسوعة جينيس هتدخل في منتخب مصر ده في 10 ايام تلعب 120 دقيقه 120، عد بقى الدقايق قد ايه وما يخشش فيك اجوان. يعني احنا من زمان ما شفناش. الله اكبر عليك يا شناوي، الله اكبر عليك يا ابو جبل، ما عندنا اثنين حراس مرمى هم الافضل في افريقيا. يعني انت لو سالتني دلوقتي معلش شوف انا اهلاوي، ابو جبل ولا يلعب الماتش؟ يعني لو فاضل اسبوع 10 ايام والشناوي رجع اقول لك ابو جبل رجليه في الملعب صح بقلب جامد وحلو. ده حاجه مش وحشه وما لهاش علاقه باهلي ولا زمالك تاني يا كابتن محمد. لا 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 هي علاقه، هي علاقه بان احنا دلوقتي عندنا حارسين مرمى كبار، وعندنا محمد صبحي ومحمود جاد كمان، وعندك عواد بره، وعندك جنش، وعندك شريف اكرامي، وعندك كل الحراس اللي كابتن نادر ساكن لسه معايا على التليفون. انا سمعت منتخب مصر فعلا ما بيخلصش من الحراس الكبار. لا الحمد لله. احنا من كام يوم قبل الشناوي يعني وروعه الشناوي كنا بنقول مين اللي هيجي بعد عصام الحضري؟ يا ما خلاص خلصت.
يعني عصام الحضري قفل اللعبه. وفي الاهلي لما لعب علي لطفي ممتاز صح. يعني في الاهلي لما قلنا الشناوي انا اتسالت قلت للاهلي محتاج جول بعد اللي شفته من علي لطفي صح. ربنا يحميك يا ابني صح امبارح صح. بص الرياضه المصريه في تطور، ابعد الحاقدين ايوه، ابعد النفسنه ايوه، ابعد الناس اللي ليها مصالح والله العظيم، هات ناس نظيفه، هات ناس بتتكلم في الصح. انا بقول لك الشمس طالعه، هقول عليها مش طالعه غربت خلاص، الدنيا بقت ليل في ليل بالظبط. كيروش غلط؟ لا غلط ايوه، في واحد كل مصر كلها طبعا غلط، انما رجع بعد كده لا سمع وغير وسب التشكيل. انا ما اي فرقه في العالم يقع منها 10 انفار او 6 انفار اساسيين لازم تنهار بالظبط. انت النهارده بجد يعني انا فوجئت، طب اكرم وقع وعمر اتعوض، طب هتلاعب مين يا ابن الله؟ انا فكرت زيزو باك رايت لانه لعبها، لقيته بيلعب امام من الذين امام رخم لا لعيب رخم عارف ثقيل يعني بيدافع على قد عين المقادر وبيقابل اتنين في الشوط الاول ماني وسيزو لغايه لما نزل له زيزو سنده شويه. الناحيه الثانيه اللعيب الرخم بتاعهم اللي ضيع ضربه جزاء ده ابو نصير ده لعيب رخم باك رايت يعني، وقدامه مين بقى؟ اسماعيل صار. صار يخرب بيت السرعه والجمال والروعه. لا اسماعيل صار ما لعبش غير ماتشين في فرايق وسبرنتات. انا قلت النهارده فتوح انت بقى يا عيني هتطلع، لقيت فتوح برده واقف مكانه. ما عجبناش الواجب الهجومي بس خلاص ما ينفعش دخلنا. تعال نشوف اتفضل الرائع العظيم جدا في هذه البطوله اللي قدم اداء خيالي اللي هنفضل شايلينه فوق الراس، اللي هيفضل بالنسبه لنا جبل. نشوف محمد ابو جبل في المؤتمر بعد هذه المباراه ونرجع نكمل كلامنا. كل فريق اكيد ليه عنده سياسه لعب. احنا الحمد لله لعبنا بشكل كويس جدا، عرفنا الايجابيات والسلبيات بتاعت فريق السنغال ومعظم الفرق اللي احنا قابلناها. احنا عندنا طريقه لعب ثابته، بنلعب عشان خاطر نكسب، ف بنروح وبنضيع يعني احنا النهارده مضيعين كتير على الجون، بس يعني هي دي الكوره، ما 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 بنلعبش عشان خاطر نوصل لضربات الجزاء، لا ضربات الجزاء دي بالنسبه لنا يعني حاطينها في اخر حاجه في الحسبان، لكن بنفضل نلعب ونواصل في الماتش. هدفنا وكسبنا الحمد لله، وصلنا لضربات الجزاء برضو بنحمد ربنا وبنشتغل على التركيز بتاعنا في ضربات الترجيح، بس الحمد لله يعني زي ما قلت لك هي دي الكوره، مكسب وخساره. خساره النهارده حسستنا بموقف صعب جدا، واحنا دايما من يعني احنا معروف عننا المصريين احنا ما بنعرفش نقع، احنا دايما بنكمل وبنواصل شغلنا. عندنا ماتش تاني كمان شهر ان شاء الله مع نفس الفريق، فان شاء الله ان شاء الله بنواصل شغلنا. عندنا الفتره الجايه هيبقى في معسكرات كتير، بنتمرن كويس جدا، بننافس كل اللي بيطلب مننا، وان شاء الله ان شاء الله زي ما هم كسبونا المره دي ان شاء الله الرد المره الجايه هيكون في السنغال. انا ما كنتش بشارك قبل كده، لكن الحمد لله كان عندي امل ويقين لما ربنا كرمني وجات لي الفرصه قدرت اشارك، لان بالنسبه لحراس مرمى مصر كلها شناوي وابو جبل وصبحي وجاد كلهم رقم واحد، كلهم حراس كبيره، اي حد فيهم يكون موجود في الملعب بيأدي شغله وبيأدي وظيفته، واحنا ما عملناش حاجه جامده جدا، احنا عملنا شغلنا مش اكتر، لان ده واجب علينا وواجب على بلادنا، واسمه منتخب مصر ده اكبر مننا واكبر من اي حد، فبحمد ربنا على المستوى اللي احنا وصلنا له في البطوله كلها ومشوارنا في البطوله. يمكن احنا الفريق الوحيد اللي قابلنا اربع او خمس فرق كبيره من الاسماء الكبيره في افريقيا، احنا الفريق الوحيد اللي لعبنا ثلاث ماتشات متواصل ب 120 دقيقة ونوصل لضربات الجزاء، فنحمد ربنا على اللي احنا وصلنا له، كنا في اتم الجاهزية للمكسب، بس الحمد لله يعني محدش فينا قصر، ان شاء الله ان شاء الله اكيد ربنا شايل لنا حاجة ان شاء الله في الماتشات الجاية ان شاء الله في الفترة الجاية.
راجل وتتشال على الراس، كان عندنا السد العالي وبقى عندنا الوحش وبقى عندنا الجبل، كلكم سدين حراسة مرمى منتخب مصر بالشرف وبرجولة وبجدعنة ومهارة أيضا، كل شيء في حراس مرمى منتخب مصر. كنت راجل جدا أبو جبل، كان راجل جدا. والميزة كمان يا كابتن دلوقتي، اسمع صلاح هو بيتكلم، اسمع السلية هو بيتكلم، اسمع أبو جبل بيتكلم، الشناوي قليل ان تلاقي منتخب برضه فيه 6-7 بيعرفوا يعني بيتكلموا، معلش عندهم شخصيه. برافو عليك، فيك الكلام. بص طالع ازاي منظم. حجازي كمان بالمناسبه. حجازي، لا انا بكلمك على الناس اللي هي بتتكلم، انت بقى عندك ليدرز في الملعب، عندك ناس كلهم يستحقوا يبقوا كبات المنتخب، كلهم رجاله. فكره مش لازم تلبس الشاره بس تبقى قائد حقيقي بطريقتك وباسلوبك، مع ان فيهم ناس صغيرين في السن بس لا تحس ان لا شخصيه. يعني انا فتحته بحس ان هو لا لعيب عنده شخصيه، شخصيه ومش فارق معاه مين المنافس اللي عبد المنعم، عبد المنعم بيروح قال له قوم يا منيع، قال له قوم 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 مش عارف ايه، وبعدين هو كده وكل بالي كده، وبعدين يبص له يقول له مش عارف ايه ويزقه. لا دي طمنك ان المنتخب ده ان شاء الله قدامه 6-7 سنين ان شاء الله باذن الله في حاجه هيعملها. كابتن هاني رمزي قال كابتن عفوا نادري السيد، كابتن هاني رمزي طيب الذكر ده، كابتن نادري السيد كان من شويه قال لي جمله مهمه، مش بعيد عن التشاؤم وبعيد عن القلق، ان شاء الله باذن الله باذن الله واحد احد يعني ان شاء الله نوصل كاس العالم باذن الله مع الجيل العظيم ده. بس بيقول لك كروش ده مشروع لازم يستمر في كل الاحوال. في النهايه بتلعب نهائي كاس الامم الافريقيه، بتخسر من السنغال 50-50، تلعب ماتشين تصفيات كاس العالم طبيعي يبقوا 50-50. طبعا احنا حلمنا نوصل كاس العالم، طبعا نوصل كاس العالم. بس بيقول لك فكره كروش ده مشروع يكمل معانا، دي ما يبقاش عندنا مدرب يقعد 3 و4 و5 و6 و7 سنين يعني. ده المفروض يا كابتن، ده المفروض. واحنا بلد كبيره دلوقتي، يعني احنا من سنين مثلا كنا في العالم الثالث، انا متهيألي دلوقتي احنا لا، احنا من العالم الثاني وداخلين على العالم الاول بسهوله قوي، بكلمك بجد. فما فيش فرقه بالنسبه للمغرب، خليوزيتش مدير فني المنتخب المغرب بيخرجوا من كاس الامم الافريقيه، هم كانوا مرشح اول للفوز بكاس الامم الافريقيه، والمدرب باقي يعني علي سيسي ده بقاله 6 سنين معاه، علي سيسي مع السنغال وخسرانين نهائي البطوله اللي فاتت بقاله 6 سنين. طب فلا احنا لازم بقى نغير الثقافه دي، لازم المدرب يبقى موجود، لازم يفضل مده طويله، لازم لغايه لما نجيب ما فيش حاجه في العاد اسمها بطوله يا كابتن. يعني انت بتحمسه وبتقول له لا احنا بلد كبيره وي وي، وما ينفعش تقول ما تقولش ان احنا مش هناخد البطوله وي وي، انما ما تحطلوش في العقد. لازم تاخد بطوله يا اما هتمشي او يا اما توصل كاس عالم يا اما هتمشي. مشروع انت بتفكر فيه، ما مش بيبقى مباراه وخلاص، خاصه ان انت دلوقتي شايف راجل عمال يعمل اجيال، مش جيل لمنتخب مصر، اجيال. ما نزود ما نزود فكره اللعيبه اللي تخش منتخب مصر. احنا كنا دايما نقول الجمله الشهيره، شوف شوف كميه الكليشيهات اتكسرت ازاي، اصل اللاعب ده مش لاعب دولي، مش دولي ده دلوقتي، خلالك اي لاعب هياخده منتخب مصر هيبقى دولي وهيعرف يلعب. انت النهارده تشكيل منتخب مصر مين اللي موجود فيه وفي اي مركز ما بقاش فارق معاك، عارف انه هيقدم لما يرجعوا كلهم. يعني انت لو اكرم سليم وكده طبعا، وهتقول لي اكرم وعمر، هقعد افكر شويه. أيوه. في الاول كنت تقول لي لا اكرم، تفهمني دلوقتي حجازي والونش في خط الدفاع دول اساسيين. لا طب عبد المنعم هعمل هيروح فين؟ بالظبط. عايز ايمن اشرف لما بيلعب بيبقى راجل طبعا جدا، انت فاهمني. فتوح احتل حته الباك ليفت دي، بس لازم يخش معاه واحد، صح انت فاهمني. صح. عندك دلوقتي زيزو، عندك رمضان، عندك مرموش، تريزيجيه بسم الله ما شاء الله رجع. طبعا. رجع البطوله كمان. في البطوله في شويه حاجات زغنطوطه كده بقى، ايه مش سلبيات بس ناخد بالنا، مش مشكله. لا في لعيبه تتطور من لعبها شويه. يعني مرموش النهارده خدت عليه ان هو بيستلم بيرجع كتير. ممكن يبقى ارهاق طبعا. ليه؟ في اول البطوله كان بيلف ويروح عايز يعدي. حتى لو اتقطعت النهارده لاحظت ان هو بيلف وعايز يرجع لورا، مش قادر. تريزيجيه النهارده برضو عارف لانه راجع من اصابه وعمل ماتشين جامدين جدا وعمل مجهود. النهارده يعني بيعافر عايز يعدي برضو، هم اقوياء واحنا رجلنا. انا صلاح في الاخر صلاح مش قادر طبعا، ده بشر مش مكنه يا جماعه. وبعدين بيروح صلاح هو اكتر لاعب في منتخب مصر لعب كل الماتشات كلها، اكتر من حراس المرمى طبعا. لعب 7 ماتشات كلهم. وبعدين لما كان بيستلم الكوره على طول يا كريم اتنين واحد وكفر وراه واحد، طريقه لعب هو سيسي قايل له كده. يعني صلاح يستلم لازم اتنين. احنا مانيه لما كان بيستلم ساعات بيبقى فيه اتنين وساعات بيبقى واحد. بس فعلا الارهاق سبب رئيسي. عارف احنا برضو لو احنا بنقابل السنغال واحنا فريش
واحنا كاملين برضو واحنا فول تيم مثلا. يعني مثلا لو اكرم لعب على مانيه هيفرمه انت. لو عمر، انا فكرت النهارده في الماتش لو عمر كمان لعب على مانيه، لا عمر سريع وقوي هيعرف. لعيب كويس طبعا مانيه وكل حاجه. الديفنس الحمد لله مطمني. نص الملعب الثلاثه اللي موجودين ومعاهم مهند لاشين قد اربعه انت فاهمني. برضو نبص لطارق حامد ما يجراش حاجه بخمسه واختار الاصلح اللي ياكل النجيله. يا بص النني رجع لمستوى الله مثلا السلية، حمدي فتحي ركيزه دخل معاهم مهند لاشين بقى رابع حاجه محترمه صح. لو انت عندك في النص بقى بيخش ساعات تريزيجيه وبيخش زيزو بيخش يعني طريقه اللعب الراجل بيخش تريزيجيه زيزو مش عارف ايه. باك رايت نشوف محمد هاني شويه بيخش ما يجراش حاجه يبقى محمد هاني نفسه يكمل. هو ما اعرفش هو بيلعب كاس العالم للانديه كويس قوي وبعدين يرجع ينام تاني. بتاع بطولات عالميه انا عايز باك ليفت كويس مع فتوح. محمد حمدي هيخش. محمد حمدي هو بتاع الراجل هيدخله اعتقد. بس عشان القايمه قليله في كاس الامم الافريقيه فكان بيحاول يشوف اللعيب اللي بيلعب اكتر من مركز. يعني كابتن محمد شرفتني ونورتني دايما بسعد بتواجدك معايا. وما تزعلش ومبروك لمنتخبنا طبعا. اللي فيه منتخب الحمد لله. الحمد لله الرجاله دي تستاهل ويا رب يتكرموا والناس تستقبلهم طبعا. وان شاء الله سياده الرئيس يستقبلهم. رئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ما انتهت المباراه تويتر فيها كميه دعم عظيم جدا كريم. اصل الراجل ده بيجبر خواطر كتير يعني بيعمل حاجات كتير جبر خواطر صح. فمش هيجبر خاطر المنتخب. تويتر كمان معانا على الهواء. لا ربنا يحميه ويكرمه. واللعيبه دي فعلا لازم تتكرم ان شاء الله لما ترجع وتتحفز ان شاء الله. قدامنا كتير إن شاء. شكرا يا كريم. شكرا كابتن محمد. شكرا كريم. لسه مكملين مع حضراتكم اسلام سامي ومروان شافعي وتحليل هذه المواجهه. تحليل فني بس في اكتر تشجيع ومسانده ودعم للرجاله اللي كانوا موجودين في مباراه النهارده. الرجاله اللي كانوا موجودين على مدار البطوله. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. شرفني ونورني في هذه الفقره اسلام سامي ومروان شفا. اسلام مشرف ومنور. ربنا يخليك كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله خير. مروان مشرف ومنور حبيبي كريم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي اسلام. يعني عمال اقول نفس الكلام يمكن من اول حلقه بس هكرره تاني وتالت ورابع عشان اللعيبه دي تستحق. لعيبه النهارده ولعيبه المنتخب على مدار البطوله مش النهارده بس مع جهاز فني محترم جدا عملوا كل حاجه. تقدرش يعني تقدرش تمسك حته كده تقول ايه كان المفروض يحصل كذا. صح تتفق؟ اتفق مليون في المية. مفيش حاجة انت متخيل ان انت النهاردة الناس دي اثرت فيها بجد والله فعلا. انا احنا زعلين عشان هم اكتر ما زعلين عشان يعني انا زعلان على المجهود الجبار اللي هم عملوه. زعلان على الحماس والروح. زعلان على الاربع ماتشات 120 دقيقة. زعلان على ان انت بدأت البداية البطولة ببداية صعبة جدا ماتش نيجيريا وقدرت تبدأ وترجع تدريجيا لغاية ما وصلت الفاينل وانت ما كنتش مرشح من اي حد كان مرشحك. صح. اسم مصر مرشح طول الوقت لكن كمنتخب ما كانش حد مرشحك. صح. وعديت بطريق مليان عقبات مرعبه. كل الاحترام لمنتخب السنغال بس انت لعبت اصعب ماتش هو النهارده. ما لعبتش ماتش صعب تاني اصلا. صح. حتى ماتش بوركينا في السيمي فاينل الباقي كله ماتشات ضعيفه. لكن انت لعبت مع اقوى منتخبات منتخبات التصنيف الاول كلها في افريقيا انت لعبتها. صح. فما شاء الله لعبت نيجيريا لعبت كوت ديفوار لعبت المغرب لعبت الكاميرون ولعبت السنغال. من سبع مباريات لعبت خمس مباريات كبيره. بالزبط. من سبعه بالظبط بكريم بمشاكل كل ماتش مشكله. كل احنا انا ومروان قاعدين بنعد الاصابات. مش ممكن مش ممكن كميه الاصابات دي. وبعدين عمر كمال بيتوقف واللعيبه بتتصاب بتطلع بره البطوله. اكرم وحجازي سافروا اصلا يتعالجوا. فانت عندك مشاكل كبيره جدا. صح. كل يوم. ولكن اللي انت عملته ده عشان كده دايما بقول ايه شكرا شكرا يا رجاله. ارفعوا راسكم ما تعيطوش. حقكم تحزنوا وتزعلوا لكن بجد ارفعوا راسكم. انتوا عملتوا اقصى حاجه تقدروا تعملوا عليها وشرفتونا ورفعتوا راسنا. لكن اراده ربنا ضربات الجزاء ابتسمت لنا مرتين النهارده. ربنا مش رايد. يا رب يا رب يا رب تكون الفرحه الكبيره متشالنا في ماتشين كاس العالم ان شاء الله. مروان اداء منتخبنا النهارده كان لسه معايا الكابتن محمد عبد الجليل وبنتكلم على فكره انه رد فعل ولا فعل في هذه المواجهه. وانا كان رايي والكابتن محمد يمكن اتفق في هذا الراي انه انت ما كنتش هتقدر تبقى فاعل النهارده. صحيح. مع الحاله البدنيه مع قوه المنتخب اللي بتلعبه مع جاهزيته البدنيه والفنيه كان صعب تجاريه هجوميا ودفاعيا. صح يا كريم. كمان مع كل الاصابات اللي حصلت مع الغيابات اللي حصلت مع حتى ايقاف كيروش اللي فيه تعسف كبير قوي يعني وفي ظلم كبير قوي تعرضنا لظلم على مدار البطوله. ولكن اللعيبه كانت رجاله قوي.
على فكره ان انت تبقى رد فعل في الملعب دي مش حاجه كارثيه. انت كسبت على فكره المغرب، كسبت الكوديفوار، كسبت الكاميرون لما سبت لهم الاستحواذ. برافو عليك. ده استراتيجي الراجل بيعملها، ده تبين عنده خبرات كبيره واللعيبه بتقدر تنفذ الاستراتيجيه، لان اللعيبه مصدقه ان انا عندي مدرب كبير، ان انا عندي مدرب بيوصلني للمناطق اللي انا بعرف اكسب منها، مدرب بيحميني فنيا في ارض الملعب، مش بيعرضني للمواقف ان انا حبان فيها قليل، لا مدرب عارف انا امتى هفانكشن كويس ومن امتى هضرب المنافس ومن امتى ممكن يبقى عندي قصور، وما يخلينش يحطني في مواقف القصور، يحطني في مواقف القوه. أيوة. ده اللي كيروش كان بيعمله. ده اللي كيروش عمله ووصله نفسيا، ذهنيا، فنيا في الملعب. مش بس نفسيا وذهنيا، لا بس كمان فنيا يا جماعه، لان فكره ان احنا نقول اللعيبه بس كانت رجاله، اللعيبه كانت رجاله قوي، واللعيبه اشتغلت قوي يا جماعه وتعبت قوي فنيا في ارض الملعب وجريت كتير قوي وخلصوا بدنيا. والراجل اشتغل، والراجل ما كانش عنده كسل تكتيكي، والراجل ابدع في طرق اللعب وابدع في البيلد اب على مدار البطوله. عارف في كوره صعب عليا فيها النينجي لما كان في لعيب جنبه وبصاها بره في الاوت. طبعا انا قاعد بفرج على زمايلنا يا نني ومش عارف ايه، قلت لهم يا جماعه ده مش جرافيكس، ده مش بلاي ستيشن. ايوه صح. يعني في حاجات اللي هو الراجل ده جري كميه جري. أيوة صح. ما يجلوش نجولو كانتي. انا مش والله مش ببالغ، انا بحب نجولو كانتي، ده اعظم لاعب وسط بحبه في العالم. بس ده جري جري ما مش طبيعي. يعني طبيعي في حته هتفصل مش قادرين ومش قادر يفكر، باظت. ما هو انت لما بتبقى منهك مش قادر تفكر، الاشارات اللي بتطلع من مخك لعضلات جسمك كلها بتطلع غلط للاسف. هو الراجل عامل مجهود جبار مش قادر. خلاص النهارده احنا شفنا حمدي فتحي الراجل صبر عليه الاخر خالص، هو معاه انذار وفي ريسك وخلاص، الولد تعب واستنزف مش قادر. السابليس سليه مجهود بدني غير عادي على اللعيبه، مرهقه جدا. لكن كريم اللي انت بتقوله ده، احنا مش بلاي ستيشن، وده اللي كان مروان بيقوله يا جماعه، لازم الناس تبقى عارفه ان الموضوع اللعيبه هايله، رجاله ابطال، بس مش هم ده بس. مفيش فريق بيكسب عشان هم رجاله بس. في مدير فني، في جهاز فني، في عمل. دكتور محمد ابو العيله والجهاز الطبي طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحفظهم. المنتخب الوحيد اللي غالبا ما طلعلوش ولا حاله كورونا طبعا. كميه ريكفري، كميه اصابات، لعيبه بتتصاب وبترجع ما شاء الله. الفريق صح. كله، فريق طاقم التحليل، كل حاجه انت شايف شغاله ما شاء الله هايله. هو ده المنتخب اللي اتبني عليه. هو ده عشان كده احنا شايفين حاجات ايجابيه كتيره جدا. لكن النهارده النهايه ما كانتش اللي احنا عايزينها، ولكن انت شايف ما شاء الله مكاسب بالجمله. طبعا طبعا. يعني انت خسرت بطوله بس طلعت كسبان يا مروان حاجات بالجمله حقيقي. اولا انت دلوقتي بقى عندك منتخب واثنين وثلاثه، يعني دلوقتي عندك صفين في المنتخب بيلعبوا في هذه البطوله. في صف تاني كنا بنقول كان ده ما اتاخدش ليه ومش عارف ايه، ممكن يبقى ليهم دور الفتره الجايه. فبقى عندك ثلاث منتخبات في وقت كنت بتقول انه ما فيش لعيبه في مصر محمد صلاح، ما عندناش منتخب اصلا. دلوقتي انت بقيت عمال تقول ايه، يلعب النهارده امام عاشور ولا يدخل زيزو ولا نجيب عبد المنعم يمين ولا انت كنتش بتقول حراسه المرمى. انا سمعتك قبل ما بتتكلم ان كانش عندنا غير عصام الحضري. انت دلوقتي عندك شناوي، عندك جباسكي ربنا يحفظه، عندك صبحي، عندك جاد. صح. عندك في كل مركز واحد واثنين وثلاثه. والاهم كمان يا كريم القائد بقى، انت بقى عندك ليدر. ايوه بالشاره عندك. أيوة. قائد جوه الملعب، عندك قائد بيعرف يسيطر على غرفه خلع الملابس. عندك قائد لابس شاره اسمه محمد صلاح. صح. يستاهل كل التقدير وكل الاحترام وكل الريسبكت، وما يزعلش. والله انا زعلان عشانه ومش زعلان عشان انا. ان هو يستحق اللقب ده. صح. ولكن هو قادر يحقق اكتر من اللقب ده. وعندك قائد تاني من غير شاره اسمه جباسكي. أيوة. اسمه احمد حجازي، اسمه محمد. أيوة. عبد المنعم. أيوة. اسمه محمد النني، اسمه عمرو السليه، اسمه مصطفى محمد، اسمه محمد شوقي، اسمه ضياء السيد. كل يا جماعه جهاز كله تعب. الناس دي تعبت، الناس دي ارهقت، الناس دي استنزفت فنيا وذهنيا ونفسيا. والموضوع مش سهل. لعبه الكوره يا جماعه مش سهله. لعبه الكوره معقده واصبحت معقده وفيها تفاصيل كتير جدا وفيها عامل ذهني كبير وفيها ضغط عصبي كبير. فرفقا بالناس دي، لان عندنا تحدي اهم من كتير من كاس افريقيا. سبع نجوم هنا على التيشيرت مش هيتشالوا. لكن انت عندك كاس عالم. اللعيبه دي ان شاء الله لازم توصل كاس عالم. محمد صلاح ان شاء الله لازم يوصل كاس عالم. كيروش ان شاء الله لازم يوصل كاس عالم. بالالتفاف حوالين المنتخب، ودي من اهم المكاسب، ان الشعب رجع مرتبط بالمنتخب قوي. ما بقاش في ارتباط بالانديه، في ارتباط بالمنتخب. ده المهم، نكمل عليه ان شاء الله في مارس نوصل كاس العالم. عارف مروان، عارف اسلام، انا قلت النهارده في المقدمه، قلتها قبل كده على تويتر كمان، انه نقطه التحول في رايي لينا في هذه البطوله المؤتمر الصحفي لمحمد صلاح قبل مواجهه كوت ديفوار. هذه الرسائل الصريحه الواضحه اللي ما كانش حد يقدر يقولها غير محمد صلاح. صح. كانش حد، كل لعيبه منتخب مصر كبار ورائعين طبعا، بس محمد صلاح ما فيش حاجه فوق دماغه، ما فيش بطحه، ما فيش حد هي ايه هتقولوا ايه مثلا، انا لاعب قليل، هتقولوا مثلا انا لاعب وحش، هتقولوا مثلا اصله خلاص كده محمد صلاح عشان ايه كلمتين ما يخش المنتخب تاني. انا محمد صلاح يعني كده كده انا جاي، وهو قالها حتى في المؤتمر، انا مش هيفرق معايا، ومريت بكده كتير بس انا اعتقد اللي فرق في كلام محمد صلاح دعمه او مسانده او تحفيزه للاعيب المنتخب اكتر ما يكون توجيهه كلامه للناس. انا اعتقد كان بيوجه كلامه للعيبه، هي رساله غير مباشره لزمايله، بيقول لهم ان انا في ظهركم. أيوة. وانا رافع الضغط عنكم،
وبالبالي داني اللي واخد الضغط كله. انت النهارده اول واحد بيلام عند الاخفاق هو مين؟ محمد صلاح. صح. ولما نكسب محمد صلاح بيتذكر بالخير، لكن بتقول عبد المنعم ومهند ومصطفى وفتوح ورويش وجبل، لكن في الوحش بتيجي تاخد اهم واحد وتقول والله ايه يا صلاح. لا النهارده صلاح لقطات ربنا ما يعيدها يعني الراجل. بس اقول لك حاجه، رغم ان دي بتضايق يا اسلام، انا بتضايق لمحمد صلاح لما الناس بتشيله القصه، بس لو انت بصيت عليها في العالم كله هتلاقي كله ميسي اللي بيشيل شيله الارجنتين على طول، كريستيانو اللي بيشيل شيله البرتغال، هتلاقي حتى في مصر هتلاقي الزمالك اللي بيشيل شيلته شيكابالا، هتلاقي بيشيل شيله الاهلي قفشه. هو ده قدر اللاعب الكبير اللي هو اللي انت المفروض كده كده هتشيل الشيله يعني. دي حقيقه، دي حقيقه للاسف ده اللي بيحصل على طول. ولكن احنا السنه دي في البطوله دي شفنا حاجات كتير جدا، شفنا ليدر زي ما مروان بيقول محمد صلاح. كانت الناس بتقول لك ايه صلاح والشاره، هل صلاح؟ لا صلاح ليدر، طريقته مع الكلام مع الحكام وطريقته، خلي بالك برده مع اللعيبه، كل اللي بتصل كمان فيه تقول ده القائد بتاعي. انا عجبني كمان جدا كارلوس كيروش، عجبني ان هو بيقدر يتحكم في اللعيبه ويتحكم في تصريحاته، ممكن تشوف تصريحاته احيانا حاده شويه، ولكن الراجل ده انا شايف ان هو قادر يحمي اللعيبه زي ما بيقول مروان. اللعيبه مصدقه ان انا عندي سوبر ستار، مدربي نجم، مدربي راجل عنده كاريزما، مدربي حميني. ودي نقطه مهمه جدا، ان اللعيب يبقى مطمن طول الوقت ان انا عندي كابتن فريق في ظهري، عندي طول الوقت مدرب في ظهري. الناس دي كلها بتطمن اللعيبه الصغيره، عشان كده انت بتقول بتطلع بالايجابيات، بتعد ايجابيات كتيره جدا. اقول لك بقى حاجه في كارلوس كيروش انا فكرت فيها بس بعد الماتش يعني، وانا كنت اتضايقت شويه من كارلوس كيروش المباراه اللي فاتت قدام الكاميرون، انه احيانا تعصب زياده او بالغ في العصبيه زياده، وقلت ما كنتش تترد عشان تكمل معانا هذه البطوله. لما قعدت احلل، انا عايز اوصل لدماغ كارلوس كيروش ده مدير فني برتغالي، كنت بقى بتكلم معاك النهارده بتفرج على الفيلم دوكيومنتري عن جوزيه مورينيو في مواجهه تشيلسي وبايرن ميونخ 2014 2015 وهاجم ريكارد جامد جدا بعد ماتش برشلونه وتشيلسي، وهو طلع قال ان انا كنت عايز ارفع ضغط على اللعيبه، عايز الويفا، انا كنت حاسس ان هم ظالمين فرقتي فعايزهم يركزوا معايا، انا مش عايزهم يركزوا مع حد، مش عايزهم يركزوا مع اللعيبه. كيروش في مباراه الكاميرون عارف ان بكاري جسامه هيركز مع لاعب من اللي في الملعب وهيطرده، هو خلى بكاري جسامه يركز معاه هو. صح. انا هضحي بس الفرقه تفضل كامله وتأدي. فمنتهى الذكاء، منتهى الذكاء والروعه يعني. وهو حتى قال يا كريم نفس اللي انت بتقوله ده في التويت بتاعته، قال انا اولادي ممكن يعملوها لوحدهم، ما عنديش مشكله، انا اضحي انا بالثمن، انا ادفع انا الثمن، لكن لعيبتي ما تدفعش الثمن. ده اللي يبين لك ان انا عندي مدير فني بيعرف يتعامل مع المواقف الصعبه بشكل كويس. عجبني كمان العلاقه اللي ما بينه يا اسلام وما بين اللعيبه، فيها احساس الابوه بس مش السلطويه، اللي انا بحبكم وفي نفس الوقت هم بيحترموه جدا على كاريره الكبير، على تاريخه الكبير جدا. فانت بتتكلم على مدير فني يقدر يشيل الضغوط من اللعيبه، مدير فني يقدر يقنعهم بمهامهم في الملعب، مدير فني لما يروح لمصطفى محمد سترايكر مصر المفروض الاول ويقول له انت ادوارك الدفاعيه هتبقى اهم من ادوارك الهجوميه، يقتنع ويعمل كده عشان يخلي شكل المنتخب كويس. ده مش هيغير لو انا بسمع لمدير فني سوبر ستار زي ما كان اسلام بيقول. اقول لكم حاجه، جمله كده انا من الحاجات بتاع السوشيال ميديا، بس انا ما اقصدش ولا سوشيال ميديا، بس هي جمله كده يعني، انا ما شفتش مدرب اجنبي دخل مصر بعد مانويل جوزيه بذكاء وكاريزما وجرأة وتفاصيل كتيره زي كارلوس كيروش. مش عارف تتفق ولا تختلف. لا كاريزما كاريزماتيك شخصيه، وفكره انك تبقى جريء كمان في قراراتك وما تسمعش لحد. مانويل جوزيه يعني شايف مانويل جوزيه برتغالي زي طبعا لسه ما عملش التاريخ بتاع مانويل جوزيه، بس يعني بس الشخص التركيبه بتاعت المينتاليتي دي هي تركيبه مانويل جوزيه فعلا. تركيبه مدرب ما بيخافش، جريء، بيقول اي حاجه ما بيهموش. والراجل قال كده في تصريحات ضد الاتحاد الافريقي، يمكن عشان كده انا شايف ان هم شايفين ان هو ايه، انت عمال تخبط فاحنا حاطينك يعني. وده اللي اتمنى يا رب الاتحاد الكوره وكل علاقات مصر بالاتحاد الافريقي، اتمنى ان الاستئناف يتعمل تاني. صح. ان كارلوس كروش العقوبه تتخفف، توقف النهارده الراجل بيلعب فاينل ممنوع من دخول اوضه اللبس. انا حاسس ان هم عايزين يرحلوه البرتغال. انا اول مره اشوف قصه ان انت تمنع من اوضه اللبس. دي قصه بتاعت جوزيه مورينيو بمناسبه الحكايه دي يعني. جوزيه مورينيو في يوم ماتش تشيلسي وبايرن ميونخ، هو توقف بعد مباراه برشلونه، عارف عمل ايه؟ تشيلسي راح جوزيه مورينيو دخل اوضه اللبس، وكان الويفا ساعتها منعه انه يخش اوضه اللبس برضه، بس عشان حاسس انه عايز يبقى معليه، وممكن يكون كروش عمل كده النهارده. راح المكان اللي هم بيرموا فيه الهدوم اللي مش نظيفه، سبت الغسيل ده، استخبى جواه، والويفا بيدوروا عليه في الملعب، هم ما لقوهوش في المدرجات، قالوا فين مورينيو؟ مره اعرف المعلومه دي والله. فراحوا دوروا عليه، فطلع مقفول عليه بالباب الحديد بتاع الباسكت ده. فجوزيه هي دي الشخصيه البرتغاليه سبحان الله بتاعت المدربين المتغيرين، في جنان يعني، بس جنان حلو يعني. جنان حلو يا رب. جنان حلو. لسه مكملين هذه الفقره ولسه مستمتعين وفخورين بمنتخبنا، زعلانين طبعا، زعلانين، متضايقين اكيد متضايقين، بس الاهم ان احنا فخورين بيهم، وهنفضل برضه حاطينهم فوق الراس، اللي يرفع علم بلده واللي يخلينا
راسنا في السماء كده نشيله احنا كمان فوق الراس. لسه مكمل معايا اسلام سامي ومروان الشافعي. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. انا نفسي بقى الجماهير المصريه تروح تستقبل وتدعم منتخبنا الوطني وهو راجع. رايك يا مروان؟ طبعا يا كريم طبعا يستاهلوا لان هم عملوا اكثر من اي حاجه كنت متوقعه. انت داخل تصنيفك السادس، انت مخلص تصنيفك في افريقيا بين 24 فريق الثاني، انت واخد ميداليه، انت واصل لتوقعات اصلا ما كانتش مطروحه. انا عايز الناس ترجع بس للبوست اللي كاتباها بعد ماتش نيجيريا وتشوف النهارده حصل ايه ووصلنا لايه. ده انجاز يا جماعه، ده اعجاز يا جماعه. أيوة. الاصابات، كميه الارهاق اللي حصل للعيبه، كميه المشاكل اللي حصلت بالنسبه للعيبه، بالنسبه للجهاز الفني كمان، فاللعيبه دي تستحق الدعم. لان احنا عندنا تحدي اصعب، تحدي اكبر، تحدي اهم ان في كاس العالم كمان شهر انت تلعب، هتلعب السنغال مرتين، مره في ارضك ومره خارج ارضك. فانت محتاج ان انت تروح تقول لهم شكرا اولا على مجهود، شكرا ان انتوا رفعتوا اسم البلد، شكرا ان انتوا رجاله، شكرا ان انتوا شرفتونا، شكرا ان انتوا عملتوا كل حاجه فنيه وعايزينكم كمان في ال... وعشان دي الجمله اللي دايما بنقولها اسلام، مش احنا دايما لما بنيجي نخسر لا قدر الله او بنتعادل نقول ايه؟ بس لو كنتوا لعبتوا برجوله كنا نقول عليكم برافو. صح. لو كنتوا لعبتوا باخلاص كنا نقول برافو. لو كنتوا لعبتوا وحش النهارده، النهارده لا، منتخب مصر لعب برجوله وبروعه وباداء عظيم، فلازم يبقى كلامنا صادق، يبقى برافو عليهم. الفرق بين منتخب مصر لما ما توفقش في كاس الامم 2019 والفرق بين دلوقتي، برافو عليك. احنا دلوقتي محدش يقدر يفتح بقه تماما، بالعكس انت زعلان على زعلهم، انت انت النهارده شايل هم عبد المنعم ومهند لاشين، رغم ان محدش يقدر يلومهم ابدا. ابطال ابطال والله فعلا يعني، وتحملوا ضغط صعب جدا، فانت النهارده بتشكرهم. انا كريم يعني احنا بنحاول نبص على الايجابيات، تدخل على مرحله صعبه جدا كاس عالم بعد جداول دوري وكاس افريقيا وبطوله افريقيا قريبه، انت محتاج تبقى مركز جدا، كل الناس تبقى في ظهر منتخب مصر. كارلوس كيروش والله جه قال لك انا عايز المعسكر بتاعي يبقى اسبوع 10 ايام، ساعده، خلي له المعسكر اسبوع 10 ايام، الاهلي والزمالك يقدروا يساعدوه وهم ما بيتاخروش يساعدوه، الراجل لازم حد يساعده. اتمنى من كل قلبي ايا كان الملعب اللي هيتلعب فيه ماتش مصر والسنغال، اقصى عدد ممكن المسؤولين يقدروا يساعدوا ان الجمهور يخش، الجمهور يخش. الماتش ده محتاج دفعه جماهيريه كبيره جدا، محتاج اللعيبه تحس ان احنا كلنا في ظهرهم، لان الماتش مهم جدا هيسهل لك المسيره بتاعتك في السنغال. محمد ابو جبل بعد الماتش في المؤتمر الصحفي بحرقه الراجل اتكلم قال لك زي ما خسرنا هنا ان شاء الله هنعوض في السنغال. اللعيبه من دلوقتي بتفكر في ماتش كاس العالم، اللعيبه حاسه بكده، والاهم البرامج والمحللين. اتمنى الناس والسوشيال ميديا ما حدش يطلع حاجات بسيطه وتكسر في حاجات اللعيبه. الله عليك. ترتيب بقى ضربات جزاء، عندك مشاكل فنيه اكيد، ما احنا مش مثاليين، ما فيش فريق كوره ما عندوش مشاكل فنيه. السنغال عندها مشاكل فنيه، المغرب عندها مشاكل. السنغال جامده جدا صح؟ ايوه جامده جدا طبعا. 120 دقيقه ما عرفتش تسجل فيه الجون، عندك جون كبير اسمه محمد ابو جبل وانت كان ممكن تخطف بس في لا الأخير. وعندهم مندي اللي شلهم 3 4 كور يعني، كره مروان الاخيره دي كانت ممكن يعني، عندهم برضه مندي وشلهم كور يعني. لكن المهم ان احنا النهارده ما نقفش على الواحده بتاعت حاجات كتير قوي ساعات بتقف عليها وقت الهزيمه، الناس بتطلع غلاف اي حاجه، بس ما تهدش المعبد، ما تلخبطش الدنيا، ما تهزش ثقه الفريق وكيروش والناس دي كلها. بالعكس اقف في ظهرهم واديهم السبورت اللي هم طالبينه، انتقدوا زي ما انت عايز فنيا عشان نروح للاحسن. انا عاجبني الجمله دي ولازم اكمل عليها بقى لحد ما اختم الحلقه. فكره في على السوشيال ميديا وحتى الناس اللي ممكن تطلع على شاشه، في بعض الاوقات ما تحاولش تنتصر لرايك يعني، ما تقدرش تقول ايه انا شايف ان كروش مدرب فاشل، فتفضل طول الوقت حتى لو كروش بيعمل روعه بس انا كان رايي انه فاشل، فهفضل بقى ايه اروح اشوف له اي حته اطلع اشاور ده فاشل اهو، اصل ما كانش المفروض ياخد مش مهند لاشين، فكان المفروض ياخد فلان، فتفضل تلف على مهند عشان تاخد له اي تفضل تكسر عشان بس تثبت رايك، مش عشان حبك لمصر ولا منتخب مصر ولا الكلام ده. لا دي حاجه بتفتقد للشجاعه، لان انت في نفس الوقت انت مش بتفيد الراجل، مش بتفيد المنتخب، والناس بقت ذكيه قوي يا كريم خلاص. أيوة. الناس بقت ذكيه، الناس بقت عارفه، والناس بترجع تشوف انت كنت بتقول ايه وفي نص البطوله بتقول ايه ودلوقتي بتقول ايه، فتلاقي هو الراجل عامل كده او الناس بتتكلم عامله كده، ما لهاش راي ثابت. اتكلم فني، طلع حالات، اشرح هو عمل ايه صح، اشرح هو عمل ايه غلط. ما هو مفيش مدرب مثالي، بيب جوارديولا مش مثالي، جوزيه مورينيو مش مثالي، كارلوس كيروش برضو مش مثالي، بس عنده حاجات كويسه قوي، عنده حاجات كويسه كتير جدا، عنده منظومه دفاعيه يا جماعه. احنا ما دخلش فينا جون من الكوت ديفوار، من الكاميرون، ما دخلش فينا جون من السنغال،
ثلاث منتخبات، بص الاسامي انت عامل اكتر من 4 كلين شيت. طب هو ده مش منظومه دفاعيه قويه؟ صح. بقى عندك شكل، بقى عندك باتر، بقى عندك تحولات هجوميه، عندك لسه مشاكل في التحولات هتشتغل عليها هتطورها. والراجل بقى له كام ماتش؟ كان مش 18 ماتش، تاني بقى له كام ماتش؟ تاني بقى له 5 سنين ولا 4 سنين يعني. بص الفروقات رهيبه ازاي. لكن في نفس الوقت انت لو دعمت الراجل ده، لو وقفت جنبه، لو سندته، لو نقدت نقد فني عشان اللعيبه دي تتطور، هتقف جنبها نفسيا، هتقدر تعوض. في 2009 خسرنا من الجزائر في تصفيات كاس العالم، ورحنا كاس افريقيا كسبنا الجزائر 4-0. ولو رجعت سالت اللعيبه دي تخسر كاس افريقيا وتروح كاس العالم، هيقول لك اخسر كاس افريقيا وروح كاس العالم 2010. انت النهارده عندك الفرصه دي، انت ربنا ما وفقكش في كاس افريقيا بعد ما عملت كل حاجه تقدر عليها، لكن عندك كاس عالم. صح. عندك كاس عالم وانت هتبقى جاهز، هتبقى اشتغلت اكتر، هتبقى شفت المنتخب اللي انت هتلعبه، بعض المصاب... كل المصابين هيرجعوا لك، هتلعب في ارضك قدام جمهورك زي ما اسلام كان بيقول. كل ده عوامل، بس قبل كل حاجه احنا في ظهرهم والله. احنا 100 مليون في ظهر الرجاله دي، لان الرجاله دي تستحق كل حاجه. عارف في جمله مشهوره قوي يا اسلام قوي، هي اللعيبه دي بتلعب لوحدها، اللعيبه دي تكسب اي مدرب. لو خسرنا هيبقى المدرب كروش هو اللي سبب الخساره، لو كسبنا اللعيبه كلاعب عشان لعبت بروح. اللعيبه ما سمعوش للمدرب ده. محمد صلاح كان هو اللي قائد في الملعب، هو اللي قال لفلان يخش يمين وفلان يخش شمال وفلان ده دافع. محمد صلاح اللي عمل الكلام ده كله مثلا يعني. محمد صلاح طبعا قائد في الملعب، بس يلغي دور المدير الفني، يقول لك المدير الفني ما عملش حاجه لو خسر. ما هو للاسف لو كسب. احنا سمعنا النغمه دي الماتشات اللي فاتت شويه يعني، في عز ما انت كنت بتتقدم وبتتحسن كانت الناس تقول لك والله اللعيبه عملت لوحديها. طب هو اصل دايما ما فيش حد بيعمل حاجه لوحده، ولا المدير الفني هيخلي اللعيبه تكسب لوحديها بعظمته مثلا كمدير فني، ولا اللعيبه تقدر تكسب لوحديها. هو في الاخر ميكس بين الاثنين، عمل مشترك بين الاثنين. لكن اللعيب اللي بيقدر يتمركز صح ويقفل على اهم لعيبه في العالم في افريقيا، مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيوجههم؟ مين اللي بيقول لهم؟ المدرب، المدير الفني. صح. مين اللي بيخليك تقف صح؟ هو المدير الفني. فمين اللي يقدر يدي النهارده وانت بتلعب فاينل افريقيا وسيمي فاينل افريقيا بمهند لاشين ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد وامام عاشور؟ هل كنت تتخيل يا كريم ان في مدير فني اولا يجرؤ ياخد الناس دي ويلعبها اصلا والله بجد. الظروف حطتهم واثبتوا شجاعه. الشجاعه دي هل هو بيستمدها كده لوحده، ولا في مدير فني ناقل له الثقه وناقل له التمركز وتتحرك ازاي وتمشي ازاي؟ امام عاشور بيلعب على ساديو ماني يا جماعه. عارف الاهم اللي انا هختم بيه يعني، انه الجمله المشهوره برضو انه لو مدرب مصري كان اتذبح لو عمل كده. لا، ما هو كروش اتذبح. كروش اتذبح كتير جدا. بس الفكره ان انت مدرب، كروش ده يعني انك مدرب جريء عندك شخصيه ما بتخافش من حاجه وبتنجح وبتعمل اداء كويس يعني. انت اخترت اختيارات 90% من الناس قالك انت ما خدتش فلان وفلان وفلان. صح. ليه ونجح باللي موجودين بالظبط كده. عايز تقول حاجه بسرعه؟ لانه الراجل ده مش جاي يثبت حاجه. الراجل ده خلص كاريره في اعلى توب وهو جاي يحط الكريز على الكيك. صح. مش مستني يثبت حاجه. برافو عليك مروان، شرفت ونورت. اشكرك يا كريم. اسلام، شرفت ونورت. ربنا يخليك يا كريم. ان شاء الله نفرح مع بعض باذن الله في كاس العالم. يا رب باذن الله. يا رب. افرحوا يا جماعه، افرحوا بمنتخبكم، افرحوا بلعيبه عظيمه، افرحوا بجهاز فني كبير. احنا الان عندنا جهاز فني المنتخب المصري، جهاز فني حقيقي عالمي، حقيقي كبير، لعيبه رجاله، مفيش واحد بس بخل بنقطه عرق. عشان كده فخورين بيهم وفوق الراس. يا رب يا رب في كاس العالم مع نفس المنتخب اللي كسبنا في نهائي كاس الامم الافريقيه، المنتخب السنغالي. اشوفكم يا رب على الفاضي.